أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم طبعا موضوعنا مثل ما بتعرفوا هو قصة الكون، قصة الوجود. راح نحاول قدر الإمكان حسب فهمنا للكون، حسب معلوماتنا، نقدر نناقش هالموضوع أنا وأخوي ديفيد. بالبداية خلونا نرحب بديفيد. أهلا وسهلا فيك ديفيد. يسعد مساك مساء جميع. يسعد مساك، يسعد مساك. شو هالحلاوة ديفيد، حلاوة الشيوخ انت جاي عليك. ها تسلم لي تسلم لي. حبيبي ديفيد، على كل اصدقائي قبل ما ندخل حب اسلم على كل الاصدقاء المتواجدين معنا. طبعا نسرين، علي عمدة، او في ضيف جديد دبليو 3332 في 3332، اهلا وسهلا براندي ابو الحكم وكل الاصدقاء المتواجدين، اهلا وسهلا فيكم. خلينا نبدا اخوي ديفيد من البدايه، يعني بالثانيه الجزء، خلينا نقول من الثانيه الاولى، من جزء من المليار مليار 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 من الثانيه بعد الانفجار الكبير، شو اللي صار؟ تفضل. سألني امبارح حدا من الشباب، بعث لي رسالة قال لي لازم تحكوا شي مرة عن اللاشيء. فقلت له بكرة عنا حديث عن بداية الكون، فخليني أحكي معك شوي قبل الجزء الأول من الانفجار يا الكبير. ريت، تفضل تفضل. شو وضعه بناء على رغبة صديقنا اللي بعث لي امبارح؟ بتمنى يكون عم يتابع هلأ جان. هلا بداية فكرة الانفجار الكبير فكرة كثير جديدة لسه علينا. البشر ما كانوا متوقعين موضوع انه الكون بلش له بداية. يعني اول حدا اقترح هذه الفكرة هو القس البلجيكي جورج لومير بسنة 27. معادلات اينشتاين للنسبية العامة، بوقتها صدم اينشتاين نفسه بنتيجته انه الكون عم يتمدد بناء على النسبية العامة نفسها. يعني اعتقد بانه هو الكون، ثواني اوكي، يعتقد بانه الكون ستاتيستيكي او ثابت. هيدي الغلطة اللي كل العلماء بيوقعوا فيها او كل الناس بتوقع فيها اذا ما كانت حذرة، بانه انا بدي اوصل ل نهايات الموضوع. فاينشتاين عمل النسبية الخاصة، عمل النسبية العامة، نطر تقريبا 10 سنين لحسنوا يثبتوها واخذ عليها جائزة نوبل. فقال لك خلص انا اكتشفت القصة كلها من اولها لاخرها. اجا جورج لوميتر وعمل له لا حبيبي، الكون عم يتمدد. بسنة 1930 طلعت فكرة الانفجار الكبير، انه اذا الكون عم يتمدد فمعناه بلش من نقطة كتير صغيرة. لاحقا كل المشاهدات اثبتت هذا الموضوع، انزياح الطيف نحو الاحمر الى اخره، وبعدين تم قياس سرعتها، بعدين رصدنا اشعه الخلفيه الميكرونيه الكونيه الى اخره. قصه طويله، فتاكدنا من موضوع الانفجار الكبير. فصارت تنحكى قصه طيب، معناتها من اشعل فتيل الانفجار الكبير؟ صرنا هلا بهيدا النقطه. لو ان الموضوع كله اساسا الانفجار الكبير ما صار لنا كان بضع عشرات من السنين عارفانين انه في انفجار كبير. يعني اذا ذاكرتي مو خاينتني، لحتى شفنا الاشعه الخلفيه الميكرونيه كان باخر الستينات تقريبا، وتم الموضوع بالمناسبه بمحض الصدفه بقصه ما لنا فيها هلا. فهلا اجى الموضوع على من اشعل الانفجار الكوني. اذا كان موجود بلا شيء، كيف اتى الشيء؟ لماذا هناك شيء عوضا عن لا شيء؟ الفكرة انه وقت بدي احكي عن اللاشيء، الغلطة اللي كلياتنا عم نغلطها انه نحن عم نستعمل المفاهيم المجردة الفلسفية بالتعاطي مع امور فيزيقية او امور حقيقية. يعني انا وقت بكون عم بحكي عن اللاشيء، اللاشيء هو امر فيزيائي تماما كما الشيء هو امر فيزيائي. فاني اتعاطى معه بطريقة فلسفية تعتمد على العقل، هيدا منظور غير مقبول بيه الامر العلمي. فوقت عم نحكي عن اللاشيء مضطرينا لانه نشوف الفيزياء شو عم تقول بموضوع اللاشيء. ابحاث طويله مالنا فيها
بداية من أينشتاين نفسه، من النسبية العامة. بالمناسبة، لو أنه أينشتاين نفسه كان رافض الفيزياء الكوانتوم فيزيكس أو الفيزياء الكمومية، لكن الفيزياء الكمومية فرضت نفسها علينا كأمر واقع بداية من يعني ريتشارد فاينمان نفسه، وقت اللي طلع بنظرية البوزيترونات اللي هي مضاد الإلكترون، وقال لك أينشتاين كان عم يحكي فكرة، قال لك إذا الإلكترون مشي بأسرع من سرعة الضوء فلحى يصير شحنته موجبة، فأخذ هيدي النظرية ويرجع بالزمن لورا، فأخذ هيدي النظرية ريتشارد فاينمان وطبقها، ولقى بسنة 49 إنه فعلا الإلكترون أثناء تحركه بنقطة معينة رح يخلق مضاد الإلكترون اللي هو البوزيترون، فبيكون عندي أنا إلكترون بالأساس وهو عم يتحرك بأسرع من الضوء، خلق عندي مضاد للبوزيترون، مضاد للإلكترون وإلكترون آخر، لأنه هن بيخلقوا من لا شيء، بيرجعوا بيفنوا بعضهم وبرجع أنا بستقبل إلكترون نفسه. من هيدي النظرية فاينمان، من هون بلش يكبر الموضوع، بلشوا يتحققوا أكثر بالفيزياء الكمومية، ولقوا إنه فعلا الطاقة مثل ما عبر عنها أينشتاين، مثل ما أنا كاتب هون، المادة والطاقة هي الشيء واحد، فلقوا فعلا إنه الطاقة عم تنتج مادة، والمادة تتحول إلى طاقة صافية تماما. يعني أنت إذا بتجيب كواركين وبتبعدهم عن بعض، القوة النووية القوية ماسكتهم ببعض بشكل كتير فظيع، إذا حسنت تبعدهم عن بعض الطاقة اللي أنت حتحطها لتبعدهم عن بعض حتخلق كواركين تانيين يرجعوا يلزقوا بي الكواركين الأولانيات، فأنت بلشت بكواركين فصلتهم صار عندك أربعة out of nothing. جينا عم نشوف موضوع اللاشيء، فضوا بالكوانتوم فيزيكس، وقت انا شلت الراديشن الاشعاعات الكواركات الجسيمات الطاقه زمكان، ما عاد في عندي شيء، ضل هيدا nothing رياضيا it weighs something، في له وزن، هيدا الوزن شو؟ ما عندي شيء، لا في راديشن لا في كواركات لا في جسيمات، there is nothing literally nothing، في له وزن. لقينا انه في تموجات كمومية موجودة داخل النوثينج بشكل دائم. هذه التموجات الكمومية عم تصير بأنه تموجات كمومية عم تتحرك بطريقة عم تخلق طاقة، وهيدي الطاقة عم تخلق جسيمات بيسموها virtual particle أو جسيمات افتراضية، بتخلق هيدي الجسيمات، الجسيمات مادة ومادة مضادة بيرجعوا بيفنوا بعض بثقب أسود آني، بيرجعوا زيرو، فهي nothing، بس هيدا nothing عم يغلي بهيدي الجسيمات اللي هي عم تتخلق وتفني بعضها بشكل آني وبشكل دائم. هيك معادلات الفيزيكس قالت. فإذا اللاشيء بالمنظور الفلسفي، أنت فيك تقول لاشيء، وهيدا اللاشيء وقت أنا عملته بالفيزياء، الفيزياء الكمومية، طلع هو لا شيء، لكن هيدا اللا شيء مش نفس تصورك انت، ما في زمن ما في مكان ما في اشعاع ما في بارتيكلز ما في اي شيء على الاطلاق. يعني هلا انا ما عم بحكي على الفضاء مثلا، الفراغ الموجود ما بين المجرات، الفراغ ما بين المجرات في شيء، في ذرة واحدة تقريبا كل 10 سنتيمتر مكعب، أنا عم بحكي عن اللاشيء على الإطلاق، حتى هيدي الذرة مش موجودة، ولا في بارتيكلز ولا في راديشن ولا في أي، حتى there is no space time، ما في زمان ولا مكان. وبالمناسبة بالفيزياء الكمومية الزمان والمكان نفس يتم تخليق من الطاقة نفسها in the nothing. So هلا أنا عم بحكي هيدا الموضوع منطقيا، مثل ما كل الفلاسفة عبر التاريخ ما كان حيصدقني وأنا عم بحكي هذا الكلام، لكن نحن عم نغلط جنبي غلطة، لو أنه بدي استطرد شوي بالموضوع، أنه نحن عم نتعامل مع أمور بمنطقنا العقلي نحن كبشر، نسيانين شغلة أساسية، أنه نحن منطقنا العقلي المعقول المنطق بالنسبة لنا هو الشيء
كما يفهمه عقلنا الذي تطور في الغابات. نحن ما فينا نستوعب الأرقام الكبيرة، وما فينا نستوعب الأمور ما دون الذرية بمنطقنا العقلي. وقت بدي أقول لك إنه الإلكترون، إذا أنا بدي أطلق إلكترون من إصبعتي هي لإصبعتي هي، المنطق بيقول إنه هو حيمشي هيك، لكن قال لا، ممكن الإلكترون يطلع على القمر وبعدين يجي لإصبعتي الثانية. ببساطة هيك بده. بالنسبة لو أنا كنت بإلكترون وعندي وعي، رح أحس الموضوع منطقي، بطلع على القمر وبرجع بنزل، حيكون عندي فلاسفة عم يفسدوا لي الموضوع بإنه هيك المنطق بيقول، بالعكس من غير المنطق بالنسبة لي امشي هيك. وقت أنا بدي أقول إنه الإلكترون ممكن يتواجد بمكانين بنفس التوقيت، بنفس التوقيت ممكن الإلكترون نفسه، وقت أنا بطلق إلكترون من إصبعتي هي للكاميرا اللي هلا عم صور منها، لو انا حاطط غشاء ما بيني وبين الكاميرا، الالكترون ممكن يخرق الغشاء بنقطتين مش بنقطة واحدة، الالكترون نفسه. هذه امور بالمنطق العقلي انه مستحيل، يعني شو عم تحكي انت؟ بس انت نسيان انه هيدا المنطق العقلي تبعي ما خصه بالالكترون. المنطق العقلي بنحكي فيه على امورنا الحياتية، لحنا على منظومتنا اللي عايشين فيها، بس ما فيك تسقط منطقك البشري على الالكترون. نفس الشيء وقت انت عم تحكي عن اللاشيء وعما نحكي فيه بالفيزياء، ما فيك تيجي تقول لي الموضوع غير منطقي، لأنه الطبيعة لا تهتم للمنطق البشري التافه تبعك. ببساطة شديدة الطبيعة لا تهتم للمنطق البشري اللي أنت موجود صمم في دماغك، أو دماغك تطور بطريقة يعمل المنطق فيها بناء على معطيات حياته، بناء على ما يتعاطى فيه. حتى الأرقام الكبيرة جان، وقت احنا مثلا عم نحكي بامور الكونيه مثلا، او حتى بالايفولوشن، او اي امور عم نحكي فيها ارقام، مليون مليار، هيدي ارقام جان احنا ما فينا نستوعبها، حرفيا ما فينا نستوعبها. بدك تعد للمليون، اذا بدك تعد للمليون بمعدل رقم بالثانيه تقريبا بدك اسبوعين. فيك انت تعد 1 2 3 4 5 لل20، كملهم للمليون بدك تقريبا اسبوعين نون ستوب بمعدل رقم بالثانية. جيرمي هاربر بال2007 قال، اخي داخل وعنده بصيفية ال2007 بشهر 7 تحديدا، بصيف ال2007 ما عنده شيء يعمله بالصيفية الزلمة، قرر يعد للمليون وحط كاميرات ببيته عم تراقبه وهو عم يعد للمليون. بلش بشهر تموز 2007، خلص بشهر سبتمبر 2007، أخذ معه الموضوع 3 شهور، إلا كم يوم، إلا يومين تقريبا، وأخذ عليها جائزة، أو مو جائزة، دخل بكتاب جينيس للأرقام القياسية كأول شخص بيعد للمليون. 3 شهور عم يعد، 1 2، وبمعدل تقريبا 16 ساعة باليوم. يعني الزلمة بس عم ينام ويعد، لا حلق دقنه ولا طلع من بيته ولا عم يعمل شيء، فتح عيونه عم يكمل عد شغال. هيدي أرقام ضخمة. وقت بدك تحكي بمليار، مليار ثانية بيطلعوا تقريبا 32 سنة، مليار ثانية. طبعا أنت ما فيك تعد للمليار بمعدل رقم بالثانية، ولا حتى للمليون، لأنه عندك أرقام كبيرة بدها كذا ثانية لتقول، يعني 999 مليون و245 ألف و312 دول بدهم كذا ثانية لتقولهم، ما فيك تقوله بثانية واحدة. رياضيا تم حساب الموضوع رياضيا، إذا بدك تعد للمليار بدون توقف نون ستوب، ولا لتنام ولا لتبلع ريقك ولا لتشرب مي، نون ستوب، بدك تقريبا 86 سنة وشوي، أو 87 سنة، 86 سنة ونص بالضبط نون ستوب. طيب اذا بدك توقف لتنام مثلا، بس لتنام، بس بدي نام كم ساعه باليوم، 6 7 ساعات، وارجع اكمل عاد، صرنا عم نحكي بتقريبا 260 سنه، 260 سنه لتقول كلمه مليار. وقت انا عم اقول عمر الكون 14 مليار، يعني انت صار بدك 3700 سنه لتعدهم، 3700 سنه بس عم تقول ارقام لتوصل لعمر الكون اللي احنا عم نقول كل رقم فيهم هو سنه كامله. هيدي ارقام كثير 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 ضخمه. وقت انا عم اقول لك مثلا لوسي الاحفوره الشهيره عمرها 3.2 مليون سنه، اعرف شو يعني 3.2 مليون سنه، مو كلمه سهله. انت يمكن شاري سيارتك ب 3 مليون
بغض النظر شو عملتك، ليرة، جنيه، اللي هو. فبتقول شو يعني 3 مليون؟ امبارح دافع 3 مليون، انا اشتريت سيارة 3 مليون سنة، هدول رقم مخيف، مو مزحة. يعني لا تعد 3.2 مليون سنة، بدك سنة كاملة عم تقول ارقام بس لحتى توصل لعند لوسي، وكل رقم عم تقوله هو سنة كاملة. ف جان لحنا هيدي مشكلتنا وقت اللي الناس بدها تعترض. انا اضطريت اني استعمل هيدا الاستطراد، لانه هلا كثير من المتابعين رح يصير ماخوذ بنفس الكلام التقليدي اللي الناس بتحكي بانه هذا منطق ومش منطق. حبيبي، المنطق ما خصه بهيدي الامور على الاطلاق. فينا نحكي منطق بمشكله بينك وبين زوجتك، بمشكله بالعمل، بموضوع حياتي، بحياتنا، هون المنطق بيشتغل. بس وقتك تدخل بالامور الضخمة جدا أو الأمور ما دون الذرية صغيرة كتير، المنطق تبعك تنسال إياه، ما خصه بالموضوع أبدا. في عندي فيزيكس، في عندي أرقام، ورقة وقلم وآلة حاسبة. وين آلة حاسبة؟ وآلة حاسبة، هدول اللي بيشتغلوا معك بهيدي الأرقام الكبيرة، ما بيشتغل معك المنطق تبعك. سو هلا مثل ما كنا عم نحكي، فإذا اللاشيء نفسه، لا شيء على الإطلاق، هو يغلي بهذه الـ virtual particle popping up and in the existence in no time تقريبا. نقدر نقول هذا التفاعل بين الماضي والمستقبل، لحظة الحاضر، خلينا نقول يعني هذا اللا شيء هو المستقبل اللي نحن متوجهين له دائما. لا، هلا علماء الفيزياء رح يخالفوك بهيدي وجهة النظر، لانه علماء الفيزياء حتقول لك المستقبل موجود دائما، هو بس له علاقة بالزمن تبعك. فانت لو بتحسن تمشي اسرع من الضوء فانت رح تصير، او اذا مشيت بسرعة الضوء رح تصير سرمدي ازلي، رح تصير بالنسبة لك الزمن متوقف، حيتباطأ الزمن كل ما قربت لسرعة الضوء. اذا حسنت توصل لقريب مثلا 99% من سرعة الضوء ومشيت لوقت بسيط، خلينا نقول 5 دقائق، وقتك ترجع على الارض حتلاقي الارض مشيت 5000 سنه، وما عاد اذكر الارقام هلا مو براسي. فحتلاقي حالك نزلت بالمستقبل بالكره الارضيه. فالمستقبل تقنيا موجود من وجهه نظر فيزيائيه، لكن انت لسه ما وصلت له، لانه نحن بطيئين، نحن شغالين ريلاتيف لسرعه الضوء. هلا بالنسبه للضوء، بالنسبه للفوتون ما عنده زمن، الفوتون ما عنده شغال لا الفوتون اللي ماشي بسرعه الضوء بشكل دائم، هيدا ما عنده زمن ابدا، ما بيحس بموضوع الزمن اللي احنا عم نحكي فيه. وبالتالي انا لو كنت فوتون لحكون خالد حرفيا، واذا حدا عم يدور على الخلود يلاقي طريقة لانه هو يمشي بسرعة الضوء، فلح يكون خالد بحسب قوانين الفيزياء. فانا عم بحكي عن اللاشيء اللي هو غياب كل شيء، غياب اي شيء، ما في، ما موجود هيدا الالم، ما موجود انا، ما موجود انت، لا يوجد اي شيء، ولا حتى اشعاعات، ولا حتى في جسيمات او بارتيكلز موجوده، ولا زمان ولا مكان، ما في شيء. nothing there is nothing. هلا بهيدا nothing، يعني مثل ما قال اول حدا حكى بجاوب هيدا السؤال، فرانك ويلزك بسنه 80 نشر بدوريه علمية أمريكية موضوع دراسته عن النوثينج، وقال لك الجواب على إنه ليش why there is something rather than nothing، ليش في شيء بدلا من لا شيء، لأنه لا شيء غير مستقر. لا شيء ليس لا شيء مثل ما أفلاطون عم يتخيل اللا شيء. انسالي أفلاطون قاعد بزمانه وعم يتخيل اللا شيء، في يتخيل اللي بده إياه. فيني انا هلا اتخيل افلاطون، في يتخيل انسان بيطير يتحدى الجاذبيه، لكن انا ما فيني اعتبر كلامه امر واقع وتجي تجادلني فيه فيزيائيا وتقول لي اثبت ولا تثبت. انت اثبت هيدي النظريه تبعك، ما فيك تثبت، لا يوجد انسان يتحدى الجاذبيه ويطير بهذا الشكل بقوه خارقه منه، لا يوجد مثلا كوكب شكله هرمي، ما فيك تجي تفترض. انت فيك تفترض، فينا نتخيل كوكب هرمي شكله مثل الهرم، مثل اهرامات مصر، لكن لا يوجد كوكب كهذا، لأنه قوانين الفيزياء ما رح تسمح لكوكب يتشكل، الجاذبية ما رح تسمح لكوكب يتشكل بهذا الشكل الغير منتظم. الجاذبية إجبارية حتكون متساوية على كل الأجزاء، فحتعمله كروي الشكل تقريبا. فأنت فيك تتخيل، الفلاسفة فيهم يتخيلوا هيدي الأشياء، لكن ما فيهم يجوا
يعني يفرضوها انه هي امر حقيقي او منطلق حقيقي لانطلق منه. فالفيلسوف بامكانه يفترض انه في لا شيء ولا يزن شيء ولا توجد فيه اشعاعات ولا يوجد فيه تموجات ولا يوجد فيه اي شيء ولا جسيمات افتراضيه، فيه يفترض حر. لكن ما فيك تيجي تلزمني فيه انه هو موجود، لانه الفيزيكس قال انه هذا الشيء مو موجود. تمام؟ فيك تثبت؟ تفضل اثبت، اثبت لي يا رياضيا انه هيدا الشيء ممكن يوجود لحتى نحكي. سو اللاشيء خارج الزمكان، خارج الكون كله، دائما يغلي بهذه ال virtual particles اللي هي عم تساوي جسيمات جسيمات ماده وماده مضاده متعاكسه بالشحنه، مشان اصدقائنا ما بيعرفوا الماده والماده المضاده هي متعاكسه بالشحنه. فوقت انا بقول بوزيترون اللي هو مضاد للالكترون، يعني الالكترون سالب البوزيترون موجب، بينضربوا اثنين مع بعض بيأفنوا بعض فبيطلع عنهم فوتون فقط، طاقه. اوكي، نفس الشيء عندك لكل الكواركات على الاطلاق. حتى النيترونات عديمه الشحنه هي تتكون من ثلاثة كواركات إلى مضاد للنيترون لو أنه هو عديم الشحنة، لكن له مضاد للكواركات اللي بقلبه، الكواركات تبعه متعاكسة بالشحنة، ماينس واحد على ثلاثة، ماينس اثنين على ثلاثة، واحد ثلاثة، واحد ثلاثة، بالعكس بيصير ماينس واحد ثلاثة، ماينس واحد ثلاثة، بلس اثنين ثلاثة. سو حتى النيترون في له مضاد شحنة، كل المادة هيك. هلا نحن عم نقول مادة ومادة مضادة، هي افتراضات. يعني لو نحن كنا موجودين بيكون، لو كان عندنا الالكترون موجب وحنسميه كمان ماده، بس احنا هلا عم نقول بالعكس. لو في كون اخر موجود عندهم الالكترون موجب حيسموا حالهم ماده وحيسمونا نحن ماده مضاده، عشان الاصدقاء ما يضيعوا. يعني هيدي كلياتها مصطلحات بس نحن عم نسميها، هي ما خاصه بالواقع ابدا، بس حتى نفهم على بعض شو عم نحكي كاشخاص. الكون ما له مهتم لا انه ماده ولا انه ماده مضاده. هلا باثناء حركه او هيدي الافناءات الانيه اللي عم تصير بشكل دائم ما بين ال virtual particles، عم يتشكل عندي دائما بالطاقه اللي ناتجه عنهم عم يتشكل قوه جاذبيه عم تتحرر. اول شيء بمره من المرات حصلت طفره مثل الطفرات البيولوجيه، وقت عم يصير عمليه هيدا الافناء المادة والمادة المضادة، أو تحديدا بيفترضوا العلماء أثناء تشكل الطاقات البدائية حصل خلل بالتوازن، فبدل ما يكون في عندي مادة ومادة مضادة صار عندي مادة أكثر من المادة المضادة، وتحديدا لكل مليار مادة مضادة صار في مليار واحد مادة، لكل مليار جزيء مادة مضادة طلع مليار واحد جزيء من المادة، المليار أفنوا بعضهم وضل جزيء. تمام؟ هذا الشيء مو افتراضي، هذا الشيء معروف وعم نشوفه بإشعاع الخلفية الكونية الميكروني، لأنه ببساطة الفوتونات الموجودة فيه هي بمعدل مليار لكل واحد بروتون موجود في المادة الكونية. سو الموضوع محسوب رياضيا ومشاهد بالمشاهده بالرصديه، المشاهده الرصديه. بزمن بلانك اللي هو اصغر زمن ممكن نحكي فيه، وقت عم نحكي مثلا زمن بلانك هو 6.4 ضرب 10 اس ماينس 43 ثانيه، 10 اس ناقص 43 يعني انا عم بحكي 0.4201 ثانيه من الثانية، جزء من الثانية. بزمن بلانك هيدا كان عندي حرارة الكون 10 أس 30 درجة، يعني 10 وجنبها 30 صفر درجة. الطاقة هيدي المحبوسة كانت بهيدا الجسيم بلانك، يعني كانت عم تشكل ثقوب سوداء وعم تختفي بنفس الوقت، طاقة هائلة، ثقب أسود هيدا، ما فيك يعني تنهار هون عنده كل شيء، ينهار كل شيء تماما، هيدا ثقب أسود بزمن بلانك في كور او في ما يسمى كرة بلانك 1.6 اللي ابعادها 1.6 ضرب 10 اس ناقص 35 متر. بهيدي الطاقة العظيمة هون وقت اللي انفصلت عندي اول شيء الجاذبية، عندي انا القوى الكونية اربعة
القوى الكونية اللي متحكمة بالكون كلياته، قوى الطبيعة كلياتها أربع. الجاذبية هي أضعفهم، اللي هي بتجذب المادة لبعضها. عندك القوى الكهرومغناطيسية، الكهربائية المغناطيسية، اللي هي بتربط الجزيئات سوري، اللي بتربط الذرات مع بعضها داخل الجزيئات. عندك القوى النووية الضعيفة والقوى النووية القوية. الضعيفة اللي بتربط الكواركات مع بعضها ومساهمة بالتحليل الإشعاعي، والقوية اللي هي عم تربط البروتونات والنيوترونات داخل أنوية الذرة. هدول الأربعة كانوا كلهم قوة واحدة، أول واحدة تحررت منهم قوة الجاذبية، وبعدين تحررت عندي القوة الكهروضعيفة. وقت اللي كانوا لسه البقيانين مجتمعين مع بعض، القوة الكهرومغناطيسية مع القوة الضعيفة كان اسمها القوة الضعيفة. انطلق عندك طاقة نتيجة هيدا التحول أو انفصال الطاقة الكهروضعيفة، القوة الكهروضعيفة عن الجاذبية، صار عندي طاقة أدت لتمدد هيدا الجزيء، الكون البيبي هيدا اللي أصغر من حجم رأس الدبوس بزمن بحجم بلانك تقريبا، هو أدت لانفجاره بمقدار 10^50 ضعف، يعني 10^50. بفترة التضخم هيدا بلشت تتشكل عندك الجسيمات، المادة والمادة المضادة، وعم يفنوا بعضهم مثل ما قلت قبل شوي، لكل مليار مليار واحد وعم يفنوا ببعض، وعم يضل عندي جزيء واحد ناتج عن هيدا الإفناء اللي عم يصير. وعندك مليار فوتون عم ينفجر، عم يطلع بالكون نتيجة نتيجة اتحاد المادة والمادة المضادة. هلا الكون كبر 10^50 ضعف، بلش يكبر، بلش يبرد شوي، وهو عم يبرد انفصلت القوة الكهرومغناطيسية عن القوة النووية الضعيفة، وصاروا هلا بهالحالة لأول مرة القوى الكونية الأربعة موجودين. بلشت الجسيمات اللي نتجت عن هالإفناءات اللي صارت مع برودة الكون تتحد مع بعضها مشكلة البروتونات والنيترونات، ولأول مرة يبدأ هناك تشكل أو اتحاد لجسيمات في الكون، في الوجود، في اللاشيء، نتيجة هذا الاختلال اللي حصل بالأساس وجود واحد زيادة في المليار من الجسيمات في المادة عن المادة المضادة. هذا الكلام كله حصل خلال فترة الثانية الأولى، الثانية الأولى من عمر الكون. بلش لسه الانفجار موجود، الطاقة تبعه موجودة لساته عم يوسع، وبالتالي حرارته عم تهبط، لنزلت حرارته لما دون لتريليون درجة تقريبا. بلشت الالكترونات تخف حرارتها، الالكترونات وقت بتخف الالكترونات، الحرارة هي عبارة عن الالكترونات عم تتحرك بسرعة عالية، وقت انت سخن شيء هو بيصير سخن لأن الإلكترونات سرعت من دورانها. هلا الإلكترونات بلشت تبرد، وبالتالي بلشت تخف سرعتها، وبالتالي صارت تحسن تلتقف البروتونات والنيترونات تدور حواليهم شحنة موجبة، عم تدور حواليها شحنة سالبة، وبلش يتشكل عندي أول الذرات الهيدروجين، بداية الذرات. 90% من الذرات المشكلة في بداية الكون كانت الهيدروجين، 10% هيليوم وشوية ليثيوم وبعض الذرات الأخرى، لكن 90% منهم هيدروجين. وقت اللي بلش يتشكل عندك ذرات هيدروجين بهيدا السديم اللي عم يصير، الجاذبية عم تشتغل، ذرة هيدروجين ثقيلة مقارنة للاشيء أو للفراغ اللي هي موجودة فيه، فبيبلشوا بيجذبوا بعضهم بحسب قوانين نيوتن للجاذبية. أي جسم له كتلة فهو رح يشكل جاذبية على جميع الأجسام الأخرى تتناسب مع مربع المسافة بينهما. هلا بلشوا بيجذبوا بعض، كل ما عم يجذبوا بعض أكثر الذرات، كل ما عم يصير كتلتهم أكثر، كل ما عم يصير جاذبيتهم أكثر، كل ما عم يجذبوا لبعض أكثر، حيصير عندك تجمعات من الذرات اللي هي كانت بدايات المجرات اللي نحن اليوم شايفينها. هيدي الذرات وهي عم تتجمع على بعض
حتشكل كرات هائلة الحجم. الضغط الكبير المشكل من وزنها الهائل على الأنوية تبعها بيخلي ذرات الهيدروجين، وزن هائل بيخلي ذرتين الهيدروجين ينضغطوا ببعض، يتحدوا مع بعض، فبيشكلوا ذرات الهيليوم. هيدا اسمه اندماج نووي. هيدا الاندماج النووي بيشكل طاقة. النجوم كلها شغالة بهيدي الطريقة. طيب بدي أسألك سؤال هون ديفيد، كم عدى فترة من الزمن من بداية البيج بان لهالفترة هاي اندماج ذرة الهيدروجين بعدين تنتج الهيليوم حتى وصلنا للشموس، يعني خلينا نقول أول شمس؟ هلا لقبل ما توصل لاول شمس، انت لسه يعني لبدايه تشكل الذرات بعد 380 الف سنه من بدايه البيج بانج. 380 الف مليون سنة وليس ألف. بحكي على تشكل الذرات، انا عم بحكي على بدايه تشكل الذرات، يعني القصه هيدي الكواركات موجوده لبين ما الكواركات اتحدوا مع بعض شكلوا هادرونات، الهادرونات اتحدوا مع بعض شكلوا نيترونات وبروتونات، بعدين برد الكون اكثر، الالكترونات والبوزيترونات افنوا بعض، ضل عندي الكترون واحد اوت اوف مليار فاصل مليار وواحد الكترون، شكلوا الطاقه الخ الخ. لو وصلنا لبداية انه الالكترونات عم تدور حوالين البروتونات او حوالين انوية الذرات اللي احنا بنسميها اليوم انوية الذرات، كان في 380 الف سنة، هيدي اللحظة اللي احنا بنشوفها اليوم بما يسمى اشعاع الخلفية الميكرون، عمرها 380 الف سنة من لحظة البيج بانج. بنشوفها اليوم بشكل واضح، وهيدي اللحظة اللي انت عم ينطلق منها عندك مثل ما قلت مليار فوتون زيادة لكل بروتون موجود في الكون كلياته. كرمال هيك عرفوا هيدي الإحصائية الدقيقة، يعني عرفوها رياضيا بالأول، عرفوها بالحالة الحاسبة وبالحسابات الفيزيائية مثل معظم الاكتشافات العلمية، تثبت رياضيا ونظريا بالبداية، بعدين بتجي صدفة بحتة مثل حالة اكتشاف أشعة الخلفية الميكروني، كان صدفة بحتة تماما، كانوا شابين عم يجربوا موضوع لاسلكي، عم يركبوا انطين ليجربوا موضوع لاسلكي ولقطوا عليه تشويش، بحثوا شوي موضوع التشويش ما وكذا. كانوا عم بفتشوا عن حضارات أخرى بالفضاء؟ طلع معهم اشعه الخلفيه الميكروني واخذوا عليه جائزه نوبل، واخذوا عليه جائزه نوبل يعني، وهن ما قاصدين الموضوع كلياته. كله بالصدفة، يا ريت لو نحن عم نحكي نكتشف شي شغلة هيك ناخذ عليها جائزة نوبل، نص بالنص أنا وأنت. أنا وأنت هاي ما لعبتها تنساني. ها أكيد أكيد. فصديقي وقت اللي بلشت هيدا التجمعات، هلا في عندك قوتين شغالين ضد بعض، في عندك الطاقة الناتجة عن انفجار الكون البيج بانج اللي هي عم تجبر هيدي الشظايا اللي طلعت من الانفجار، هي الكواركات الجزيئات هيدي البارتيكلز الموجودة على أن تتباعد عن بعضها في جميع الاتجاهات، عم تخلق المكان بنفس اللحظة وتتباعد فيه، وفي عندك طاقة الجاذبية اللي هي عم تجذبهم لبعض، وهيدا السبب بأنه تم تجميع المجرات بعيدة جدا عن بعضها، والمسافات ما بين الذرات خرافية لأنه هن كتير بعاد عن بعضهم. الفراغ الكوني هيدا اللي هو عم يتسارع على فكرة بالمناسبة ولا يزال، والكون سيبقى يتسارع لأنه في عندك شيء اسمه الطاقة المظلمة اللي هي عم تتولد وتخلي الكون يتسارع، وكل ما تسارع الكون أكثر بتتولد طاقة مظلمة بتخليه يتسارع أكثر بشكل متوالي دائمة ليصير أسرع من سرعة الضوء، وبهيدي الحالة ما عاد فينا نشوف المجرات البعيدة. وقت بيوصل تمدد الكون لأسرع من الضوء ما عاد فينا نشوف المجرات البعيدة عنا لأنه ضوء ما عاد يصل عنا، هي عم تبعد عنا بأسرع من سرعة الضوء نفسه. سو هدول الشغلتين ماشيين مع بعض، الجاذبية عم تشتغل بهيدا الموضوع. وقت اللي هيدي كانت بداية أنوية النجوم الأولى أو المجرات الأولى اللي هي كانت عبارة عن كتل ضخمة، وقت اللي بيصير عندك هيدي الكتل الضخمة مثل ما كنت عم بحكي قبل شوي، وقت بيندمجوا ذرات الهيدروجين متحولين لهيليوم وبعدها لليثيوم، وانت ماشي بالجدول الدوري للعناصر، وقت بيكون بيرتفع حرارته للنجم لشكل هائل
كل ما عم ترتفع حرارته كل ما عم تصير عندك هيدي الاندماجات اكثر، عم ترفع حرارة النجم اكثر، كل ما هو عم يزيد في اندماجات اكثر، فالهيليوم رح يتحول لليثيوم وانت ماشي لنوصل لمرحلة الحديد، ليوصل لذرات الحديد اللي هي وقت بيوصل لذرات الحديد، ذرة الحديد كتير تقيلة عليه للنجم، فالاندماج النووي ما عاد يولد الطاقة اللي كانت عم تحافظ على وجود النجم وهيكليته وعم تشع منه هيدا الضوء اللي نحن شايفينه من النجوم. وقت اللي بيوصل لحالة ذرة الحديد، ذرة الحديد بتصير عم تمتص طاقة لحتى تقبل الاندماج النووي. وقت يبلش عم يمتص طاقة فهو ما عاد يعطي طاقة لبرا، بتتناقص الطاقة في هذا النجم بوزنه الهائل بينهار نحو مركز الجاذبية اللي هي مركز النجم، بينضغط على حاله كتير وبينفجر بما يسمى السوبر نوفا، بيطرش كل هالذرات اللي تشكلت جواته لبرا، ترجع الجاذبية عم تشتغل، ترجع بتتجمع هيدي الذرات على بعضها وبترجع بتجتمع مع بعضها، بيرجع كمان نفس الشيء بيصير عندي نجوم عم تنضغط لحجم كتير كبير بتشكل ذرات تانية ترجع بتنفجر بسوبر نوفا وهكذا. الشمس تبعنا بالمناسبة من الجيل الثالث، يعني الشمس تبعنا هي هالانفجار هذا عم تولد ذرات، عناصر جديدة، يعني مثل الفضة والذهب والأشياء هي الثقيلة. تولد عند الانفجار نفسه. صحيح صحيح، بيتم دمج الذرات عند هيدا الانفجار. فدائما عندك النجوم شغالة بهيدا الموضوع، السوبر نوفا شغال كان بشكل دائم، يعني مثل الألعاب النارية بالكون كانت بشكل دائم وحصري. يعني على فكرة ما في فرق كتير كبير بين أي نجم وأي كوكب تقنيا، يعني إذا تحكي بناحية فيزيائية، وخاصة الكواكب الغازية. يعني كوكب المشتري مثلا لو كان أكبر بحجمه الحالي مثلا ب 10,000 مرة كان تحول لشمس تانية، كان صار هو عنده كتير. بيقولوا عن كوكب المشتري نجم فاشل، يعني ما وصل لمرحلة إنه يصير نجم كامل. وصل للحجم الكتير كبير. هلا النجم اللي قبل، النجم اللي انفجر قبل الشمس تبعنا ونحن كمجموعة شمسية تشكلنا منه، شوف شو صار مثلا. النجم انفجر بلش يجمع الذرات على بعضه، بلش عم يشكل عندك الشمس بالأساس، في ذرات ثقيلة اللي ما بعدت كتير بلشت تتشكل الكواكب الصلبة اللي هي الكواكب الأقرب عن النجم، عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، هدول 4 كواكب صغار حلوين هيك ما أحلاهم بقلب المجموعة الشمسية. الكواكب البعيدة اللي هي كانت الغازات الخفيفة بالنجم اللي وصلت لمسافات كتير بعيدة ورجعت عم تجمع حالها على بعضها، صرنا بالكواكب العملاقة أورانوس والمشتري مثلا. سو لو كان، وبكتير نجوم على فكرة، في كتير مجموعات شمسية مزدوجة ومتعددة النجوم، نجمين أو ثلاثة أو أربعة وعم يدوروا حوالين بعض بشكل طبيعي، مشكلين مجموعة نجمية لحالهم. ومثلا المشتري لو كان في كتلة أكبر، بمعنى آخر لو كان النجم اللي انفجر قبل ومشكلا المجموعة الشمسية تبعنا أكبر بالحجم، كان خلى المشتري يصير عنده كتلة أكبر، وبالتالي كان الضغط الناتج، هيدا اللي بدي أوصل له أنا. وقت بيصير الانفجارات النووية الاندماجية اللي شكلت الشمس تبعنا هلأ، هي ببساطة عبارة عن الوزن، الوزن الرهيب المشكل على الكتلة المركزية بالنجم نتيجة الجاذبية، هالوزن الهائل للغاز حيشكل ضغط حيجبر الذرات تفوت ببعضها. هيدا الاندماج النووي، هيدا اللي عم يشكل الطاقة، هيدا اللي عم نشوفه نحن كشمس عم تطلع. لا تتخيل حجم الشمس، الشمس 1,300,000 مرة من حجم الأرض، 1,300,000 كرة أرضية بيسعوا بقلب الشمس عادي لياخذوا حجم الشمس. هيدا رقم مخيف. ما عاد اذكر الشمس لحالها يمكن تحتوي، ما عاد اذكر 20% اكثر، اكثر نسبة كثير مخيفة من المادة الموجودة في المجموعة الشمسية كلياتها تحتويها مادة الشمس نفسها. ضخمة جدا الشمس. كوكب المشتري لحاله يحتوي مادة تعادل تضم جميع الكواكب بقلبه، يعني كل كواكب المجموعة الشمسية فيك تحطهم بقلب كوكب المشتري كحجم. وهو المشتري يعني 1,000 مرة أكبر من الكرة الأرضية حجم المشتري،
والزحل أقل بقليل، يعني إذا أظن الشمس يعني مو 20%، هي أكثر بكثير يعني نسبة الشمس من مجموعة نسيانس يعني يمكن 2% ولا 3% المادة بكل المجموعة الشمسية والباقي كله بالشمس، نسيان الرقم ما بدي. شو رأيك تشوف صورة لمقارنة بين الشمس والكواكب الموجودة على ايه انا صورة على الفيسبوك عندي من أنا يومين. عندي إياها، أنا راح أحطها هلا ونشوفها أصدقائي، بس حتى نقدر يعني يكون عندنا مثل ما بقولوا فكرة عن شو عم نحكي، يعني قديش يعني النسبة بالمية لحجم الشمس من مجموعة المجموعة الشمسية، يعني لا أظن لا ترقى، كل مجموعة شمسية لا ترقى إلى 20%، يعني أقل بكثير. شايفين نحن هون أصدقائي، هي حجم الشمس، وهي المشتري اللي أكبر من الكرة الأرضية، اللي هي النقطة هي بألف مرة. طبعا الشمس هي أكبر من الكرة الأرضية، هي 1,300,000 مرة. وهي الكواكب المجموعة الشمسية كلها، يعني كواكب المجموعة الشمسية كلها ما أظن تلحق ل 2% مثل ما قلت أخوي ديفيد من حجم الشمس. وطبعا مثل ما بنعرف الشمس هي نجمة من هالنجوم، هي اللي تبلغ مليارات 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 النجوم الموجودة في الكون. تفضل أخوي ديفيد، آسف. عدد نجوم بالكون فعلا، لا لا كثير ممتاز انك حطيت هيدي الصورة لحتى توضح الفكرة، لانه دماغتنا عن جد ما بتستوعب. يعني لاحظت انه الكرة الارضية نقطة غبرة قدام حجم الشمس حرفيا، هيك يعني ولا شيء قدام الشمس. وبالنسبة لإلي او لإلك كبشر الكرة الارضية كثير ضخمة، ففيك تتخيل الشمس قد ايه ضخمة. طيب والشمس من النجوم متوسطة الحجم كمان، على فكرة أنا ففي الفكرة هي أنا سمعت كثير علماء إنه قالوا إنه الشمس هي مي متوسطة، ولكن أكبر من حجم المتوسط بقليل يعني. كافريج. لكن في عندك حجوم، في عندك نجوم حجمها يعني الشمس تبعنا بتطلع عن جد نقطة في هذيك النجوم، مليارات المرات حجم الشمس تبعنا. هيدي النجوم اللي بتتحول لثقوب سوداء بالنتيجة وقت بتنفجر بعد السوبر نوفا. في عندي هون هلا مسألة الثقوب السوداء، يعني في نظرية بتقول إنه الثقوب السوداء هي أكوان أخرى، يعني نحن احتمال يكون كوننا جاي من ثقب أسود في كون آخر. يعني النجم لما بيكبر بيصل لمرحلة الضغط الرهيب هذا على النواة، بيكون الحجم كبير والكثافة عالية، فبينهار لثقب أسود. ففي نظريات بتقول انه هالثقب الاسود ينفجر كون اخر في يعني مجال اخر، مجال فضائي اخر، خلينا نقول. ما بعرف اذا عندك اي فكره موجود او اي تعقيب او تفضل. هي هيدي فرضيات لا تزال موجودة، في كتير فرضيات مطروحة، لكن أنا عم حاول اليوم بحديثي أحكي على الأشياء اللي نحن متأكدون منها علميا لليوم، لأنه هيدي لا تزال فرضيات لم يعني يتم التحقق منها بأي وسيلة، أو يعني يوجد عليها الكثير من الاعتراضات. لكن هل هي ممكنة؟ ممكنة فرضيا، ممكنة حسابيا، ممكنة. الأكوان الموازية، الأكوان المتعددة، إلخ إلخ، الأوتار الفائقة، نظريات كثيرة موجودة. لكن مثل كل النظريات، يعني اليوم كل النظريات اللي عم نحكي فيها بالسابق كانت كثير خرافية وكثير مستحيل حدا يفكر فيها، فما بنعرف المستقبل شو رح يحمل كتوضيحات. لكن من حيث المبدأ، الثقب الأسود هو وقت بيكون في عندي نجم كثير كبير أكبر من الشمس تبعنا انفجر بسوبر نوفا، المادة اللي رجعت هتنفجر كسوبر نوفا، الضغط الكبير بالمنتصف، كثافة هيدي المادة رح تشكل نقطة جاذبية كتير هائلة، حتجذب أي شيء لك. كرمال هيك نحن بنسميه ثقب أسود، لأنه هو بيجذب كل شيء، حتى الفوتون عديم الكتلة ما بيحسن يهرب من هيدي قوة الجاذبية، بينجذب له. مشان هيك نحن بنسميه ثقب أسود، لكن هو لا هو ثقب ولا هو أسود، هو مش ثقب ولا أسود، هو كتلة، وهيدي الكتلة موجودة
موجودة كتير وبكثرة كثيرة في الكون، لسه في عندك شيء اسمه المادة المظلمة اللي هي أعقد من الثقب الأسود اللي هي. تفضل. ديفيد، عندي هون هلا نحن بنعرف الجاذبية لما بتكون الكتلة كبيرة بتصير تقل على الفضاء ذات نفسه. يعني هلا الفضاء، يعني لما اذا بتلاحظ مثلا الشمس بتقعر الفضاء ذات نفسه، بتقعر الفضاء ذات نفسه. الكتلة الكبيرة هي اللي، يعني ما انا بدي استعمل كلمات كثير بسيطة حتى اعبر عن فكرتي. يعني الكتلة الكبيرة اللي تصل لمرحلة الثقب الاسود، هل تثقب الفضاء ذات نفسه وتخرج من الفضاء؟ يعني بهالمعنى هذا، ام هل هي ستثقب الفضاء؟ الفضاء نفسه صديقي، أو الزمكان نفسه هو لا شيء، يعني هو ماله مثل هيدي المحرمة مثلا. إذا أنا مسكت هيدي المحرمة وحطيت بقلها هيدا البايب هيك وهي تقعرت، هلا بالضبط هيدا الشيء بدي 4 إيدين لحتى أعمل المثال. هيدا هو الشيء اللي عم يصير أثناء الزمكان، هيدا التقعر اللي عم يصير بالمنتصف، هيدا اللي عم يصير، وكرمال هيك نحن عم ندور حوالين الشمس مثلا او مجره وعم تعمل جاذبيه. هيدي هي الجاذبيه بالضبط، وقت بصير حاله هيدا التقعر نتيجه هذا الوزن، فاي كتله انت رح تكتها هون رح تصير تدور حواليه بشكل دائري. بامكانك مثلا الاصدقاء فيهم يجربوها، تجيب شرشف التخت اللي عندك تشدوه من 4 جوانب، حط كتله ثقيله بالنص، جيب جره الغاز او اي شيء حطها بالنص حيتقعر، مسك طابق وشلفها بقلب هيدا الشرشف، حتشوف كيف الطابة حتمشي هيك لحتى توصل للقعر بالنتيجة. لكن لو انت حسنا تشلفها بسرعة اعلى تفوق على هيدي الجاذبية، فهي حتضل عم تمشي بين المدار تبعها مثل ما الارض عم تدور حوالين الشمس. لكن المادة المظلمة مثلا كنت عم اقول لك عليها، المادة المظلمة لسه هي اكبر من الثقب الاسود، هي شيء يعني مثل ما بيعبر عنه بعض علماء الفيزياء انه هي تعبير عن جهلنا تماما، انه هي شيء احنا ما بنعرف شو هو. هي شيء موجود، هي قوة جاذبية موجودة داخل جميع المجرات، داخل جميع العنقودات المجرية، عم نحس فيها بالحسابات الرياضية، مطلوبة وجودا لحتى تحفظ على المجموعة المجرية في العنقود المجري من الانفلات بسرعة دورانها، مطلوبة رياضيا، حاسبينها، مطلوبة لكل حسابات الكون، بيعرفوا وجودها، بيعرفوا تأثيرها، لكن ما بيعرفوا كنها. لسه ما عم نشوفها، مشان هيك سموها مادة مظلمة. لكن بعض الفرضيات تقترح انه ممكن تكون هي عبارة عن اكوان اخرى، لحنا عم نحس بتأثير جاذبيتها علينا بطريقة معينة، لكن ما عم نشوفها. ممكن هيدا الشيء، ما بعرف، يعني لا انا بعرف ولا بتوقع في عالم لليوم من علماء الفيزياء حسن يوصل لنتيجة. هيدي الأمور كلياتها من جديد عم نعرفها، من جديد عم يكتشفوها العلماء، سو بدها وقت لحتى نحسن نوصل لهيدي المعلومات بمكان ما بهيدا الكون، بمجرة من هالمجرات الكتيرة، مجرة تافهة بالمناسبة، حتى هي مش مجرة ضخمة ولا مجرة مهمة، مجرة تافهة موجودة في عنقود مجري، مجموعة شمسية كتير صغيرة من الجيل الثالث تقريبا، يعني ناتجة عن 3 انفجارات سوبر نوفا على الأغلب، بذراع المجرة موجودة، حتى مش بمركزها، لا تزعل، بذراع، بمكان نائي جدا عم تدور حوالين بعد 10 المجرة، مليارات سنة كمان من بعد 10 وشوي مليار سنة، لأنه عمر المجموعة الشمسية 4.5 مليار، عمر الكون 13.72 مليار. اثنين وعرفانين الفواصل كلها بالمناسبة، لكن ما حدا بيحكيها لأنه كتير يعني طويلة. تسعة وكسور، ما أظن 9 وكسور. أو 9 وكسور مليار سنة. يا ريت ديفيد عدل لي الكسور، ما بدنا 9 مليار، عدل لي الكسور بس. صدق ما أكيد ما لي حافظه، بس اذا بتكتبها على الانترنت رح تلاقيها موجوده، لانه حسبت بالمناسبه بال2006، وصلوا لاخر رقم دقيق
لا بتلسكوب لا انا هابل. قصدي تعدل لي رقم ورا رقم، يعني كل ثانية رقم. لا حبيب، جاءنا برأي الأصدقاء اللي هن عم يكونوا متابعيننا نحن وعم يلحقونا من قناة لقناة وعم يتابعونا بكل اللقاءات، بس كرمال يعني يسبوا أو يحكوا كلام بلا طعمة. أنا برأيي يعني يبلشوا هن يعدوا يخدمونا خدمة، مثلا بأنه يبلشوا يعدوا لنا المليار، خلينا نشوف رقم مليار قد ايه بيوصل، قد ايه بيحسنوا يعدوا. على فكرة ممكن يدخلوا كتاب جينيس إذا حسنوا يوصلوا لهذا الرقم. على كل إن هن اجوني بصراحة، نحن عم نحكي بالشرق وهن عم بحكوا مو بالغرب، هن باللا اتجاه اصلا عم بحكوا. على كل جيم، بنجيب بالنهاية بنجيهم. تفضل. لا حتى لا تجيهم بالنهاية بعد ما أنا أطلع شيلني منهم. يعني جيرمي هاربر أخذ دخل كتاب جينيس لأنه عد للمليون. الشباب كلياتهم بإمكانهم يبلشوا مع بعضهم يعدوا للمليار، ويعني يحطوا جهدهم بالموضوع بيدخلوا كتاب جينيس، أحسن من الشغل اللي أنا وياك عم نشتغله إذا واحد نزل بكتاب جينيس. بصراحة يعني يعملوا شيء مفيد بالحياة لنفسهم بالدرجة الأولى وللبشرية، بيدخلوا التاريخ. أنا واثق يعني هيدي فرصة متاحة لكل الناس، ما في داعي يعني حتى يقروا كتاب كرمال يصلوا له، بس يحطوا الأرقام ويعدوا. الشمس تبعنا صارت دايرة 20 مرة بالمناسبة حوالين المجرة. 20 مرة صارت دايرة بعمر 4.5 مليار سنة، وبالمناسبة الشمس تبعنا بمنتصف عمرها حاليا، يعني عمرها الافتراضي لحتى ينضم مخزونة من هيدروجين واندماجه بالكامل لهيليوم بده لسه 4.5 مليار سنة تقريبا، لكن نجمنا ما عاد تنفجر لسوبر نوفا مرة ثانية لأنه هي أصغر ككتلة من أنها تنفجر كسوبر نوفا. نجمنا وقت حيخلص مخزونة من الهيدروجين رح تتضخم ليصير اسمها ريد جاينت، ريد جاينت. يعني عم حاول عملاق أحمر مثلا، وبعد وبعدين يرجع ينكمش لحتى يصير شو بيقولوا له وايت وولف أظن. قزم ابيض. وبالمناسبه وقت حتتضخم لتصير العملاق الاحمر هيدا، على الاغلب هي لحتاكل الكواكب كلها اللي بمدارها القريبه عليها بما فيهم الارض، حنتاكل كلياتنا. لحتى تتخيلوا قد ايه لحتتضخم هيدي الشمس، وبعدين لحتبلش تبرد وخلص تنطفي وباي باي. يعني طبعا لحيكون ما عاد في كره ارضيه اساسا، ولا عاد في بشر، حنرجع نتحد مع الشمس بقايا تبعنا بطريقه او باخرى، منها خرجنا وإليها سنعود. يعني ما في حد، ما حنحسن نهرب من اي الكون. لا اعجاز علمي دير بالك. الكون، أنا وياك كنا من يومين بعيد الموضوع، نحن والكون جزء واحد، يعني ما حتحسن تهرب منه ولا بأي طريقة، بس نحن عم نتشكل من حال لآخر. يعني إذا بدها تجي مجموعة، إذا حيجي كائنات عاقلة أخرى تراقب تشوف مجموعتنا الشمسية بعد ما تموت، ما رح يعرفوا عنا شيء، ما رح يعرفوا قصتنا، رح يشوفونا حتى نحن كجزء من الشمس، حيحكوا عنا كجزء من الشمس، عني وعنك كشخصيات، حننحل بالكامل نحن وكرتنا الأرضية كلياتها مع الشمس. فلسه في يعني هلا الشمس بعيد ميلادها 20، لساتها صبية ولسه حتضل عايشة 20 سنة شمسية، يعني دورانا حول المجرة قبل ما تتوفى بعمر 40 بعد عمر طويل. ما على فكرة حتى الأرض نفسها وقت تشكلت بعد آخر انفجار صار، وقت بلشت تتشكل المجموعة الشمسية، إحنا حيصلنا ساعة تقريبا عم نحكي، فالموضوع يطول جدا، فأنا أحاول شوي يعني آخذ خطوة اللي بعدها. فبعد ما بلشت تعمل حالة الجاذبية، مثل ما عم نحكي الجاذبية شغالة على هيدا الانفجار اللي صار، بلش يتجمع عندي كتل، وهيدي الكتلة أي جسم بس تكبر كتلته فلح تزيد جاذبيته كقانون فيزيائي واضح، فهيدي الكتل عم تشتغل. لكن لا تتخيلوا إنه الكواكب تشكلت فورا بهذا الشكل، لا، اللي صار بلشت تتشكل هيدي الجزيئات الذرات تتجمع على بعضها بأحجام صغيرة، يعني بداية بحجم هيدي القداحة اللي فيها مليارات الذرات، لصارت بحجم صخرة وانت ماشي وعم تضرب ببعضها كلياتها، شغالة ضرب ببعضها بفوضى عارمة تماما استمرت لملايين مئات ملايين السنين، فوضى عارمة تماما في السديم هيدا كله
يلي عم يتشكل منه بالنتيجة اللي احنا شايفينه اليوم مجموعة شمسية. هلا نتيجة هيدي الفوضى كان عم يصير هيدي الجزيئات وقت عم تضرب ببعضها، إذا ضربت بسرعة كتير قوية ببعضها حتفرط بعضها وترجع تتناثر. إذا كان جزء يعني إذا كان في جسيم كبير وضرب فيه جسيم أصغر وهن لسه كلهم بأيدي الحرارة الناتجة كله عم يغلي كله دايب يعني كله انصهار كامل، عم نحكي هون ذرات عم تندمج ببعضها يا جماعة لا تفهموا، مو غبرة، ذرات عم تندمج ببعضها فكله منصهر. سو بهيدي الحرارات العالية بهيدا اللي عم يصير، إذا كان في عندي جزء كبير بيضرب فيه جزء تاني مثل هيدي الكاسة وضربت فيها القداحة، اثنين منصهرين، القداحة أصغر من الكاسة ما حسنت تتفجرها وتدمرها، تلزق فيها بتصير كتلة واحدة، بيرجع بيضرب فيهم هيدا القلم وبيلزق معه، فبيبلش بيتشكل عندي كتل أكبر وأكبر وأكبر مع الوقت. هلا بيرجع بيصير كتلة كبيرة بتضرب فيها كتلة أكبر منها بتفرطها أحيانا، وهكذا ظل هيدا الموضوع لعبة البلياردو هي ظلت شغالة عم يضربوا ببعض لمئات ملايين السنين حتى بالنتيجة تشكل عندي هدول الكواكب اللي انت شايفهم بشكلهم البدائي. حتى بعد تشكل الكواكب هيدي بشكلها البدائي وهي وعم تدور حوالين الشمس لسه في أجسام تانية موجودة كمان عم تضرب فيها كل الوقت، وفي جسيمات تشكلت وأخذت مدارات غريبة كتير، في منا لهلا موجود مثل مذنب هابل اللي عم يدور حوالين الارض ما عاد اذكر مره كل 270 سنه تقريبا او هيك شيء، دورته الكامله حول الشمس ليمرق مره قريب من الارض ونشوفه ويرجع يبعد بدوره كثير طويله، في مذنبات كثير عجيبه في منا عم تدور لابعد من المجموعه الشمسيه وترد ترجع تجي قريبه. حتى هالنيازك ديفيد، النيازك اللي بنشوفها النجوم السيارة مثل ما بقول، نيازك تضرب الأرض، الأحجار هاي كلها من هداك الزمن موجودة وعم تفتل، وهلا طبعا جا وقتها يعني ضربت الأرض مثلا. بالمية مية فوضى عارمة ولليوم هيدي الفوضى موجودة. هلا اليوم بعد 4.5 مليار سنة فبديهيا معظم الأجسام أو الجسيمات الموجودة على الطريق انضربت ومشي حالها، ضل في عندك اللي أخذ مدارات عجيبة هيدي اللي عم نضرب فيها، ومع ذلك لسه في عندك اللي عم يجيك من الانفجارات السوبر نوفا البعيدة عنا، لانه اي انفجار عم يصير عم تطرش لمسافات كثير بعيده، وبيجيك جاذبيه المجموعات الشمسيه الاقرب تجذبها لعندها، فنحن بكل لحظه ما عاد اذكر الرقم لكن بكل ثانيه الارض تمطر بعدد مهول باطنان من النيازك اللي هي عمليا كثير صغيره بتحترق بالغلاف الجوي الاعلى وما بنحس فيها ولا بنشوفها اساسا. الكبيرة منا اللي نحن عم نشوفها بس وهي عم تحترق بالغلاف الجوي، لكن الصغيرة الغبار الكوني بيسموه هيدا ما عم نشوفه، مو بالضرورة عم يجينا بس من المجموعة الشمسية، بيجيك من المجموعات الأخرى الثانية الأبعد. فهيدي حالة الفوضى موجودة دائما، مرة من هيدي المرات أحد هيدي الضربات الكبيرة ضربت الأرض ضربة كتير قوية خلت الأرض وضربتها بقسمها الشمالي بالنص الشمالي من الأرض على قد مو قوية هيدي الضربة خلت الكرة الأرضية تميل فمال عندنا محور دوران الأرض، وهيدي طلع منها شظية كتير كبيرة، مش شظية حطام وشظية كبيرة، وهيدا الحطام مع الشظية الكبيرة ظلت الأرض جاذبة هيدي الشظية الكبيرة وعم تدورها بمدارها وكان في حطام حواليها، هيدي الشظية بل عم تضل تلم هيدا الحطام والكرة الأرضية لمت كتير من هيدا الحوطان، هذا صار اسمه القمر صرنا نسميه. كان كوكب شبيه تقريبا حجم المريخ بحجم تقريبا اصطدم بالأرض. هو اصطدام كان كتير هائل، لكن لأنه إجا للأرض بمرحلة عمرية متأخرة شوي كانت يعني أخذ الشكل تبعها الأساسي الفورم تبعها وبوزنها، وإجاها ما إجاها لو ضاربها عند خط الاستواء كان فجرها بالكامل كان روحها بالكامل، لكن إجتها الضربة من فوق فضربها خلاها تميل. متخيل كرة أرضية ومالت الكرة الأرضية، ف كان في نوع من الحظ مثل ما عم أقول لك بالموضوع، لأنه لو كان ضاربها بخط الاستواء جاية عمودي تماما على محور دورانها كان فجرها
بسرعته الكاملة اللي جاي فيها، لكن لأنه إجاها بشكل جانب فضربها طلعت منه شظية وظلت، وهيدي النتيجة تشكلت الأمر. ولحسن الحظ، يعني ما بعرف كيف، يعني هو حظ ولا غير حظ، انه من هالميلان هذا تشكلت المواسم الاربعه اللي بنعرفها نحن، الربيع والخريف والشتاء والصيف، والقمر اللي بقي يدور، اللي عامل الجزر والمد للبحر، يعني موازن حتى المناخ تبع الارض. بالضبط بالضبط. هلا الحظ جان، هلا كل شيء حظ، الصدفة هي حظ بالنتيجة بشقها الإيجابي أو السلبي، لكن وقت أنت عم تحكي على مقاييس كونية، وقت أنت عم تحكي على الكون المنظور اللي حسنا نشوفه بقلبه 100 مليار مجرة، تذكروا قبل شوي حكينا رقم مليار شو يعني، 100 مليار مجرة، بكل مجرة وسطيا في 100 مليار مجرة، درب التبانة كمثال فيها 400 مليار نجم، الشمس تبعنا واحد منهم، واحد من أصل 400 مليار. فكلمة صدفة ايه صدفة، حظ حظ، انه بس انه ولا شيء يعني، حظ شو يعني، بتصير هيدي الصدف بتصير، ليش لحتى ما تصير؟ انت عم تحكي بأرقام مخيفة بيصير فيها كل شيء، يعني بهيدي الارقام بيصير كل شيء، كل شيء ممكن يصير بهيك ارقام، يعني وقت عم توصل لهيدي المرحله من الارقام فيك تحط اي احتمال بدك اياه، بس وانت بالسيف سايد لانه ممكن يصير هيدا الاحتمال. سو هيدا اللي صار بالكره الارضيه، هيدا اللي صار بالكره الارضيه، من الصدف الجميله اللي صارت بالكره الارضيه كيف وجودها هيدا البعد المناسب عن الشمس، توأم الكره الارضيه كوكب الزهره ابدا ما له مناسب للحياه، لانه هو اقرب للشمس وبكثافه غلاف جوي كثيف جدا، حرارته ما عاد اذكر 450 درجه مئويه حراره سطح كوكب الزهره تقريبا، امطار من H2SO4 الاسيد، ثاني اكسيد الكبريت H2SO4 اسيد، يعني امطار من الاسيد دائما، غلاف كربوني دائما، الكرة الأرضية كان غلافها كربوني بالمناسبة، لكن ظهور البكتيريا اللاهوائية بيسموها، ظهور بدايات البكتيريا اللاهوائية في المحيطات هي بلشت تضخ الأكسجين للغلاف الجوي، هيدا الأكسجين يلي بلش يتحد منه ذرتين مع بعض مشكلين الـ O2 الأكسجين اللي احنا عم نتنفسه بطبقات الجو الأعلى بسبب الأشعة اللي جاية من الشمس تحت فوق البنفسجية المدمرة، الأشعة فوق البنفسجية هيدي كانت تندمج كل 3 ذرات أكسجين مع بعضهم مشكلين O3 اللي هو الأوزون، هيدا الأوزون عم يعمل مثل مراية عم يرجع الأشعة فوق البنفسجية اللي جاية على الشمس، وهيدي البكتيريا اللاهوائية اللي بلشت تتطور شوي شوي شوي، بقيتها بلشت على فكرة بعد مليار ونص سنة من تشكل الكرة الأرضية بالمناسبة، بعد مليار ونص سنة، يعني كل شيء موجود بأي طبقات أرضية عمرها 3 مليار سنة هي بقايا بكتيريا فقط، تمام؟ سو البكتيريا لبلشت وجودها، بدايات البكتيريا الخلية الأولى لبعد مليار ونص سنة، تذكروا رقم مليار قد ايه قده، سو أخذت 3 مليار سنة من هذيك البكتيريا 3 مليار سنة لوصل لشيء اسمه الهومو سابيان سابيان يلي هو لحنا، يلي هو فكر انه كل هيدي القصة كل هيدا الكون انعمل كرماله، وهو ما له موجود على الكرة الأرضية بأكثر من 200 ألف سنة على أبعد تقدير إذا بدنا نعتبر السلف القديم للإنسان حتى من البشر الحاليين، لكن بدايات تفكرنا بالآلهة بشكل المعروف يعني هي لا يرجع لبدايات المدن تقريبا لقبل 10,000 سنة من هلا. سو الإنسان فكر قبل 10,000 سنة من هلا، يعني حتى بالمناسبة موضوع تفكرنا ببدايات الكون، يعني كل الدلائل الأركيولوجية بتقول إنه تفكرنا ببدايات الكون، هيدا السؤال من أين أتينا اللي أنت بلشت فيه الحلقة، ما كان الإنسان القديم بيفكر فيه،
ما كان عنده الإنسان القديم وعي بذاته. موضوع الوعي الذاتي هيدي نقطة جوهرية لحتى واحد يبلش يفكر إنه أنا موجود كشخص، وبالتالي يبلش أسأل. يعني نعم، الحيوانات ما عندها هيدا الوعي الذاتي. نعمل التجارب مثلا على الحيوانات بأنه يحطوهم بغرفة بصناديق فيها مرايا، أو غرف صغيرة فيها مرايا، وتركوهم لوقت طويل مع بهيدي المرايا، بعدين نوموهم، دهنوا لهم وشهم بعد وقت طويل أشهر، نوموهم دهنوا لهم وشهم ليشوفوا، حيستوعبوا إنه وشهم اندهن. لقوا إنه فعلا كل الحيوانات باستثناء الشمبانزي، الأورانج أوتانج عطى كمان نفس الحالة، الشمبانزي والأورانج أوتانج والبشر طبعا، هن الوحيدين اللي حسنوا يوعوا بإنه هيدا اللي على المراية هو أنا. كلياتنا اللي ربينا قطاط أو كلاب جربنا نحط مراية قدام القط ونشوف القط كيف عم يتعامل مع هيدي المراية. كلياتهم يا حيتخيلوا انه هيدا الموجود هو عدو، بتلاقي عم يخوف حاله على المرايه او عم يتودد لحاله على المرايه. كل الناس اللي ربت حيوانات اليفه جربت هيدا الموضوع، ويعني صرنا نتسلى فيهم. تخيل حتى الغوريلا ما عندها هيدا النوع من الوعي، حتى الغوريلا ما عندها هيدا النوع من الوعي لنفسها، مع انه هي من القرده غير المذيله العليا. لكن على فكره ربطوا العلماء، علماء الاعصاب ربطوا هذا الموضوع بالانقسامات ما بين الشقين الدماغ، كل واحد فيهم عم يشتغل شيء ومربوطين ببعض. قصه طويله منا فيها، ما بدنا نفوت بعلم الاعصاب هلا، نطول الحلقه اكثر بكثير. لكن الفكره اللي بدي اقولها انه حتى الانسان القديم، كل الادله الاركيولوجيه عم تقول انه تفكره او بدايات الدين اللي كانت عنده، او الطقوس السحريه الشامانيه اللي كانوا يعملوها كبدايات، هي كانت لخدمته بهيدي الحياة، مش أبدا لموضوع ألوهي والكون ووجود الكون وهو محور الحياة. لا 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 لا، كلهم كانوا متحدين مع الحياة كجزء من الحياة. الفكر الميتافيزيقي ما كان موجود، ما كانوا مفكرين بأبعد من وجودهم بالحياة كحياة بحد ذاتها. خدمتهم بموضوع الصيد، النهر ما يفيض عليهم، ما تجي صاعقة موته، إلخ إلخ من هيدي الأمور، ما يصير عنده مرض و كل الطقوس السحرية والشامانية القديمة كانت هيك. الإنسان لوقت بلش يصير عنده مدينة، وبلش يصير عنده وقت فراغ بالدرجة الأولى حتى يقعد يتفكر أكثر، بعد الصيد، بعد إنه خلص مع انتهت حقبة الصيد، صرنا بوضع زراعة وتجارة، فوقت الفراغ صار أكثر بكثير. يعني بالصيد كان لازم كل يوم تطلع تصيد وتاكل، ما في حتى براد لتخبي أكلك لبكرة أو لبعد بكرة. كان مضطر بآلة عمل دؤوب دوما دوما دوما، من وقت بيولد لوقت يموت هو بس عم يحاول يكافح ليضل عايش مثله مثل أي حيوان بالغابة. لكن وجود وقت الفراغ بعدين مع الزراعة ومع تشكل المدن والسيطرة والهيمنة اللي بده يفرضها الملوك على سكان المدن، بلشت تطلع فكرة تفكرات هيدي بقصة الكون والوجود والآلهة وإلى آخره. وفكروا قبل 10,000 سنة انه كل هيدي القصة الطويلة اللي حكيناها وجدت كرمال هالعشرين شخص اللي عايشين بسومر، او هذنك الثلاثين اللي عايشين بأورشليم، او هالكم بدوي اللي عايش ما بعرف بمكة، او هالكم واحد اللي عايشين ببعض المناطق بهون وهنيك. طيب ديفيد، يعني انا دائما ما فكره بطرحها انه عصر خلينا الدين او التدين والغيبيات والاشياء هي اجت مع الزراعه، مع عصر الزراعه، هل سينتهوا مع بعض برايك؟ ملاحظتك لطيفة، ملاحظتك لطيفة، ايه فعلا ممكن حينتهوا مع بعض وقت احنا حنوصل لمرحلة السوبرمان اللي حكينا عنه هذيك لا، ما المرة. أظن النانو تكنولوجي ممكن ينهيهم سوا، يعني كيف؟ النانو تكنولوجي يعني ايه ممكن. ايه هيدا اللي عم بقصده، وقت اللي انت حتوصل للنانو تكنولوجي وحتصير انت تصنع كل امورك لحالك، وحتصير حتى تعدل البشر اللي عم يتصنع، ما هي كلها حتصير مع بعض. انا بتخيل القصة يعني، فلح تكون هي حقبة صدقني كتير تافهة. موضوع هي فكرة ساذجة يعني، وقت حدا بده يتخيل، يعني وقت حدا بده يتخيل انه فعلا هيدي القصة كلياتها وجدت كرمالي وكرمالك، كرمال حدا يهتم بانه شو حيصير معي بكره، انه مين انا مين انت، انه شو القصه.
سو هي فعلا فكره كثير تافهه، يعني مثل اذا عم تتخيل انه البكتيريا اللي بامعائي هلا متخيله انه الكره الارضيه كلها موجوده لتخدمها، وفي في عندهم نبي ومبشرين ومشايخ ورجالات دين، وان بس بكتيريا بامعائي عم يحللوا الاكل وماشيين، ما لهم اي وزن على الاطلاق يعني، ولا حدا حاسس فيهم حرفيا. احنا هيك لك، مو بس اذا احنا بنروح ولا اذا الكره الارضيه، لك اذا مجرتنا كلها بتروح ما حدا بيحس. صدقني اذا بيكون يعني اذا بيكون في، تعرف شغله يعني، هلا الديناصورات انقرضت قبل 67 مليون سنه تقريبا من هلا، بنيزك ضرب الكره الارضيه، و62 مليون سنه 63 تقريبا، 63 مليون سنة أظن. هذا 2% من عمر الكره الارضيه. انت عم تحكي على 2% من عمر الكره الارضيه بس، انت عم تحكي ب 65 مليون سنه، بس هن 2% من حياة الكرة الأرضية كلها قبل والديناصورات سيطرت لمليونين سنة، مو مزحة، مليونين سنة. هذا رقم يعني يا جماعة، انتوا بس ركزوا معي شوي. أنا وقت عم بحكي 3 مليار سنة كان بكتيريا، وهلا عم بحكي 2 مليون سنة سيطرت الديناصورات. 3 مليار هم كثير كبار مقارنة ب 2 مليون. لا لا، 2 مليون هو الرقم اكبر بكثير، مو 2 مليون. انت شوية اظن عم تخبط بين 200 مليون وال2 مليون. الديناصورات سيطرت تقريبا 180 مليون سنة تقريبا. 180 مليون. البشر صار لهم قد ايه، 200 ألف سنة؟ المدينة الأولى صار لها 10,000 سنة. ولا شيء، ولا شيء، ولا شيء حرفيا. يعني إذا في حدا مؤرخ بده يؤرخ تاريخ الكرة الأرضية، صدقني يعني يمكن ما بيذكر البشر بالمرة فيها، كلياتنا البشر يعني. لا، كنا إذا حسبنا حسبوها العلماء على مثلا عمر الكرة الأرضية على 24 ساعة، نحن جينا في الثانية الأخيرة أظن أو في ال3 ثواني الأخيرة. تمام. يعني تصور 24 ساعة نحن الثانية أو لا شيء، يعني لا شيء. شو يعني؟ حرفيا لا شيء جان، حرفيا لا شيء. يعني انا برايي، قصه الكون وقت اللي هلا بلشنا، ولسه لاتنا ببدايات معرفتنا فيها بالمناسبه، يعني لسه ما بنعرف القصه من 50 سنه ولا شيء. يعني قصة الكون صدقني هي أجمل بكتير وأكثر شاعرية وأكثر رهبة من أي قصة حسن أي دماغ بشري يخترعها بأي أسطورة على الإطلاق. ولا أسطورة أنا برأيي من الأساطير اللي الناس آمنت فيها أو لا تزال تؤمن فيها تقارن برهبة القصة الحقيقية اللي نحن وجدنا فيها. كتير ناس مروحين على حالهم، يعني هيدا الشعور بهيدي الرهبة بمعرفة قصة الكون الحقيقية ببعض الأساطير اللي كتير بايخة. طيب، عندي هون بس بدي اخذ وجهة نظرك اخوي ديفيد. يعني اليوم العناصر الكونية كلها واحدة، يعني اليوم العناصر الموجودة بالكرة الأرضية والشمس والمجموعة الشمسية، روح على أبعد مجرة عنا نفس العناصر بتلاقيها، الحديد والنحاس والذهب والكوكو والأكسجين والهيدروجين وكل الأشياء هاي اللي بنشوفها موجودة في كل المجرات، موجودة في أبعد مجرة حتى عنا. التركيبة واحدة. طيب، إذا قلنا اليوم هالأعداد الكبيرة اللي بصراحة مثل ما قلت، يعني هو المشكلة ما عم نقدر نتخيل الأعداد الكبيرة هي، كبيرة جدا على عقولنا نتحملها. يعني برأيك بمجرة ما، حتى بمجرتنا، هل من المستحيل أو هل من غير يعني مطروح انه تكون في شيء اسمه حياة شبيهة بيولوجية مثل حياتنا؟ أنا برأيي كتير من الجنون إنه نحن نفكر هيك، كتير من هو استمرار لحالة جنون العظمة اللي موجودة عنا وقت نحن بدنا نتخيل هيك. لا يوجد أي مبرر لافتراض إنه لا توجد حياة أخرى في الكون غيرنا، لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لافتراض هيدا الشيء. هلأ انك تلاقيها شيء وانها تكون موجوده شيء ثاني، نحن عم نحكي بايدي الاحجام الكبيره، بايدي الازمنه البعيده، بايدي نحن محكومين بالنتيجه بقوانين الفيزياء. يعني وقت انت
قانون أينشتاين واضح، لا يمكن لشيء، لا يمكن حتى المعلومة أن تمشي بأسرع من سرعة الضوء. الفوتون ما بيمشي، عديم الكتلة لا يمشي بأسرع من سرعة الضوء. هلا تمدد الزمكان إيه ممكن، لأنه الزمكان ولا شيء يعني هو ما له مادة. وقت أنت عم تشوف مجرة بعيدة عنك أو مجموعة شمسية بعيدة عنك أو كوكب بعيد عنك بمليار سنة ضوئية، فأنت عم تشوفه قبل مليار سنة من هلا. هلا شو صاير فيه ما بعرف، يمكن يكون انفنى، ما بعرف، ما بعرف، ما فيني أعرف، بعيد، ما فيني أعرف هلا شو عم يصير. الظريف بالامر اليوم كلياتنا بنشوف الشمس هيك بنطلع عليها، بس القليل بيعرف انه هلا اذا انفجرت الشمس ذات نفسها نحن ما راح نعرف انه انفجرت الشمس، مع انه هي قدام عيننا الا بعد 8 دقائق يعني حتى من انفجارها. ف يعني انطفى الشمس هلا، اذا بتختفي الشمس، اذا بيجي هيك الله بيمسك الشمس وبيكبها من هون وما عاد في شمس ابدا حوالينا، لا اوكي هذا الشيء كثير فرضي لانه مستحيل يصير هيك شيء. يعني اصلا الكره، يعني الكره الارضيه ما لها تحسن، نحن عم ندور حول الشمس وكذا، لكن فرضيا لو اختفى ضوء الشمس بالكامل ما حنعرف لبعد 8 دقائق. الشمس وقت عم تغرب عندك هلا، هي عمليا انت شايفها هلا عم تغرب، هي غاربه قبل 8 دقائق. الفوتون اللي عم يطلع من الشمس هلا، هلا الضوء اللي انت بهاللحظه عم تشوفه هو صار له 8 دقائق طالع من الشمس، ومو هلا عم تشوفه. وعلى فكره كل شيء هيك جان، يعني لو بدك تشتغل انت بالواقع، بدنا نكون نحن واقعيين، اذا انا وياك قاعدين بغرفه واحده مع بعض عم نحكي، انا وياك ما عم نشوف بعض بنفس اللحظه، يستحيل، ما فينا نكسر سرعه الضوء، ولا حتسمعني بنفس اللحظه. بزمن زيرو، هيدا زمن زيرو ما في، ما في زمن زيرو، في زمن بده ياخذ الصوت والرؤيه الفوتون الضوئي لحتى الضوء المنعكس عن جسمي اللي انت عم تشوفه، بده زمن ليقطع المسافه من عندي لعندك. موضوع المسافات كثير كبيره يا جنان، فموضوع التكنولوجي مطلوبه لهيدا الموضوع. يعني كمان نحن كتير جداد على التكنولوجيا يا رجل، يعني ما صار لها التكنولوجيا قد ايه، صار لها 100 سنة مبلشين ببدايات التكنولوجي. يعني خلينا نقول 300 سنة من أول ما يعني كتكنولوجيا حديثة، مثلا التكنولوجيا الآلة خلينا عم نقولها، خلي 300 سنة من أيام البخار والآلة الكاتبة والأشياء أي يعني. بس من 300 سنة ما كان بإمكانك تعمل أكثر من تلسكوب أرضي، يعني كان هذا اعظم شيء فيك تساويه. احنا اليوم عم نحكي باشياء، مثلا عم نحكي نحن بانه انت كيف بدك تكشف المسافات البعيده اللي ما فيك تشوفها عن طريق التلسكوب، انت عم تشوفها عن طريق الاشعه الكهرومغناطيسيه. حتى موضوع المسافات، يعني هلا هيدي مشكله. يعني هلا انت مثلا مركبه فواجير واحد اللي انبعتت بالسبعينات، لو طلعت ما بعرف السنه الماضيه ولا اللي قبلها، طلعت من المجموعه الشمسيه تمام، لقطعت اخر المجموعه الشمسيه وطلعت منه. طيب هلا اذا اليوم انا بحسن صنع مركبه فضائيه بتطور التكنولوجي اللي وصلت له من السبعينات لهلا اسرع من فواجير واحد بعشر اضعاف، اذا حتوصل لعنده وتسبقها اكثر بكثير، وبالتالي كان اطلاق فواجير واحد ما له طعمه اساسا، وكل التكاليف اللي تحملتها عليها. هيدي مشكله، هن هيدي اعتمدوا، مشكله. بتعرف اعتمدوا على سرعة الفويجا واحد، اعتمدوا على دوران الكواكب، انه في كل 170 الف سنة او 170 سنة اظن بتجي حادثة معينة، انه الكواكب بتصير في نمط معين، فاستعملوا جاذبية الكواكب حتى تقذف بفويجا واحد للكوكب الاخر. فهن ما يعتمد فقط على سرعة الجهاز ذات نفسه، يعني على سرعة الكواكب يعتمد، على قذف، على جاذبية الكواكب، خلينا نقول قذف الكوكب لهالآلة هاي اللي بسموها فويجا واحد. هلا طبعا انت حتعتمد عليهم هدول، اكيد هدول بيعطوك دفعة مجانية، هي تماما مثل حركة، بس انت بدك توصل لعند الكوكب سريع. اول شيء اللي بيصير كالتالي، المركبة ماشية بسرعتها، بسرعة رهيبة قد ما فيك تسرعه. على فكرة فواجير واحد البروسيسور اللي فيها نفسه بروسيسور البلاي ستيشن 1، حتى تتخيل قد ايه بدائي.
هسه حتى اصدقائي قد ايه بدائي، نفس البروسيسور البلاي ستيشن 1 مستعمل بالفوجير واحد. يعني موبايلاتكم اللي هلا عم تشوفونا منها بروسيسوراتها اعلى بما لا يقاس من بروسيسور فوجير واحد، ومع ذلك كل الخدمه اللي ادت لنا اياها وكل الصور العظيمه اللي بعتتها والداتا الرهيبه اللي بعتتها. اللي بيصير كالتالي، المركبه طالعه ماشيه تمام، هلا بوقته هنن انه هي تجي قريبه من كوكب، ياخذها الكوكب بمجال الجاذبيه تبعه، بيوفروا عنا الطاقه تبعها شوي، بيجذبها الكوكب لانه لازم تكون هي سريعه. اللي بيصير معها حرفيا مثل اذا بنتك او ابنك راكد 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 لعندك، وانت مديت ايدك ومسكته وهو راكد، شو اللي حيصير؟ حيلف وراك ويرجع يكمل الركضه تبعه تمام؟ اذا كان مسرع رح تصير هيك، وكل ما كان مسرع كل ما حتلفه اسرع وتخليه مقذوف اسرع، لكن اذا كان ماشي مشي عادي او بطيء فانت فيك تمسكه وتشده لعندك. حرفيا هيدا اللي عم يعملوه بموضوع الاستفاده من جاذبيه الكواكب. فبتجي الفواجير واحد اللي هي هي اللي هي القداحه حول هيدي العلبه، بتقرب عليها بتجذبها العلبه وبترجع بتقذفها لبعيد. بس انا بدي اياها هي تكون سريعه، اصلا المسافات ما بين الكواكب كثير بعيده، وهلا هي طلعت من المجموعه الشمسيه ورايحه لتشوف طريقه بهالكون. ف هيدي مشكله عم يواجهوها العلماء، يعني موضوع اللي انه انت اولا بدك طيب، تكسر. على كل جتنا بعض الأسئلة، وأنا ما راح أخذ أي شيء من أصدقائي، لأنه اللي يوصل ما له علاقة باللياقة مثل ما بقولوا، يعني ما له علاقة بموضوع الحلقة، وأنا أستحي بصراحة أنه أطرح اللي وصلني من أفكار. يا السلام، يعني شيء يرفع الراس. نحن صرنا ساعة ساعة وثلث هلا عم نحكي بموضوع الكون وعلم الفيزياء واشياء هيك، وبعدين تجيك اطروحات مضحكه للاسف الشديد. على كل، كنت بدي اقول برايك ديفيد، يعني انت رايك او تصورك او شيء من هالقبيل، هي بيقوم ورم هولز، يعني انه ممكن تاخذ المسافات، يعني كيف بدي اسميها، يعني تقطع المسافات بلا وقت. هل من الممكن؟ يعني نظريا ممكن الورم هولز، نظريا ممكن حتى انحناء الزمكان مثل ما عبر عنه اينشتاين بنظريته العظيمة، اللي هي مثلا اذا انا عندي هيدي الورقة، فاينشتاين قال لك اذا انا بدي اروح من هيدي النقطة اللي هون للنقطة اللي هون، اقصر طريق بحسب الهندسة الاقليدية، بعرف النقاط مو واضحة، اوكي خليني غمق اكثر. اقصر طريق بحسب الهندسة الاقليدية ما بين اي نقطتين هو الخط المستقيم تمام. يعني اذا انت بدك تروح من بيتك اللي هو هون لشغلك، اقصر طريق بتسلكه انك تروح بخط مستقيم، واي واحد عادي من دون ما يدرس فيزياء بيعرف هيدا الموضوع. لكن قال في طريق اقصر من دون ما خالف قواعد الفيزياء، اذا بحسن جيب الشغل لعند البيت بهيدي الطريقة، فبيصيروا النقطتين عند بعض، بعمل انحناء للزمكان نفسه. هيدا الشيء موجود، بدل ما اروح لعنده بعمل انحناء للزمكان ويجي لعندي. نظريا موجود، لكن تطبيقه على الواقع يعني لهلا ما في أي آلية لتطبيقه على أرض الواقع. نتمنى يصير في آلية لتطبيق المسألة. أنا بصراحة كنت لما كنت طفل كنت أفكر إنه كيف ممكن أصير زنجيل، أقول لحالي إنه هلا إذا مثلا توقف الزمن وأنا الوحيد تميت شغال، الناس اتجمدت كيف نشوفه مثلا بالأفلام، بتجمدوا وأنا الوحيد شغال، فراح اروح مثلا شو افتح الخزنات هي كلها احط الفلوس والناس ما لها خبر واقفه هيك، ويعني اتمل لي سنه كامله اخذ اجمع كل فلوس العالم احطها عندي بمكان ما، وبعدين اشغل الفيلم انه يشتغل. فبهالحاله هي انا وين صرت؟ هل صرت بالمستقبل ام صرت بالماضي؟ عدلي الحالة
استوعب. اليوم خلينا نقول الحياة فيلم شغال، أنا جيت سويت بيوز وقفت الفيلم هذا، ولكن الشغال الوحيد زمني أنا اللي تم شغال. ايه هيدا الفيلم، انت وعارف الفيلم. أعتبره فيلم، الكرة الأرضية هذا فيلم، أنا وقفت هالفيلم هذا بس فيلمي أنا تم شغال بيناتهم، يعني زمني أنا هالزمن وقف، زمني أنا تم شغال. فرحت جمعت كل الفلوس اللي بدي اياها، وتميت سنة على الحالة اروح واجي من مدينة لمدينة، جمعت كل شيء وحطيتهم بكهف ما من الكهوف بتاعتنا، وخبيت فلوسي وخليت الناس، بعدين مسكت الزر وشغلتهم تموا يشتغلوا. انا في هالحالة تقدمت سنة كاملة من زمنهم، فصرت صحيح المستقبل انا في هالحالة. صحيح، صرت المستقبل انت في الحالة، بس صرت مستقبلك انت ريلاتيفلي لإلهم، بالضبط بالضبط بالضبط. مستقبل النسبة تبعك لإلهم، كيف؟ انت صرت بالمستقبل النسبي تبعك لإلهم. بالضبط، يعني فهن صاروا في الماضي بتاعي، صارت هن بالماضي النسبي تبعك تماما، هن نسبة لإلك، بس هن بالماضي. رجعت عبر الزمن بهالحالة هي، يعني أنا يعني القصد إنه إذا أنا أسرعت بسرعة معينة أكثر من سرعة الحياة العادية، فبدي أكون بالمستقبل إجباري. هل هناك فرصة إنه أرجع للماضي؟ يعني أنا فكرت فيها في كل الأحوال. أنا إذا هلا مثلا سرعت حالي وقفت الفيلم تبعه وسرعت حالي، فبدي أكون بالمستقبل وإنه راح يكون بالماضي تبعي نسبيا. طب تمام. بالحالة العكسية، الحالة العكسية إنه هن سرعوا وأنا وقفت الزمن بتاعي، المشكلة هون صار أنا صرت في الماضي بتاعهم ولا كيف؟ تمام. بس بلى ايه. بس هل هناك مجال إنه تسافر للماضي؟ أنا ما عم بشوف السفر للماضي، يعني مستحيل السفر عبر الزمن للماضي. لا هلا هلا لليوم انت فيك تسافر للمستقبل، بس ما فيك تسافر للماضي بحسب قوانين الفيزياء اللي انا شايفها. هلا نظريا اذا انت صرت فوتون ومشيت بسرعة الضوء، او انت كجان هلا وقاعد على الكرسي تبعك ركبت له توربين فظيع وحسنت تمشي بسرعة الضوء من دون ما يعني تصطدم بأي شيء ويقتلك على الطريق. سو احسنت تمشي بسرعة الضوء. نظريا اذا انت صرت بسرعة الضوء، فانت صرت ضوء، انا حشوفك كضوء، ولا بصير مطلع عليك انت ضوء عم تشوفك عم تشع نور، واصبح الزمن زيرو بالنسبه لك. بالنسبه لك حتشوف الماضي والحاضر والمستقبل مع بعض. هيدا الكلام نظريا. سو نظريا انت فيك تختار، ممكن انت تروح على الماضي اذا بدك تنزل فيه، انت شايفه لانه اوريدي، ففيك انت تروح عليه وتبطئ حالك هني. لكن اللي بده يصير عمليا، وقت انت طوال ما عم تسرع حالك لسرعة الضوء حيتباطأ الزمن تبعك قبل ما تصل لنقطة الزمن زيرو. فانت anyway عم تمشي كتير بالمستقبل بتسارعك لسرعة الضوء. كلما زادت السرعة كلما بطأ الزمن، قاعدة واضحة. كلما زادت سرعتك كلما بطأ عليك الزمن. سو مثل ما بيقول ستيفن هوكينج، بانه يعني هو بصراحة قال جملة بدائية يعني بيقولها رجل الشارع، لكن هي كتير منطقية. قال لك يعني إمكانية العودة في الزمن لورا يعني هي مستحيلة، وخلص ما تفكروا فيها لسبب بسيط، لأنه إحنا ما شفنا حدا إجانا من المستقبل. لو كانوا الأجيال اللاحقة تبعنا اللي حيكون عندهم العلم اتطور أكثر من العلم اللي عنا بكتير، حيحسنوا يسافروا للماضي، فكانوا إجوا لعنا أوريدي، كنا شفناهم أوريدي. لكن انا هيدا بصراحه الفكره هي دارت بمخي كثير ديفيد، وكنت افكر انه طيب يعني شو عرفنا انه ما اجوا من المستقبل؟ احتمال كبير هلا مثلا في ناس بيقولوا شفنا عفاريت او شفنا اشياء من هالقبيل او لا شيء من هالقبيل، هذا احتمال يكون اجوا ولكن لا يتمكنون من انه يكلمونا. طبعا هذا ما في عليه اي اثباتات، ما في عليه اي شيء، هو فقط تفكير إنسان لنفسه، تخيل خلينا نقول، خيال. فيك تفكير، أتخيل يعني. فيك تتخيل اللي بدك اياه. يعني قلت لك قبل شوي فيك تتخيل
فيك تتخيل شمس او نجم او كوكب شكله هرمي او شكله مستطيل او اللي بدك اياه، ما حدا ضدك. لكن حتى اليو اف اوز مثلا ما في اي ايفيدنس، ما في دليل، ما في دليل لليوم. فالعلم شوف يعني هلا اذا احنا عايشين اليوم 7.7 مليار شخص على الكرة الأرضية، على سنة 2050 رح يصيروا تقريبا 9 مليار شخص، 8.9 تحديدا إذا ما صار شيء كارثي من هلا لل 2050. سو عندك عدد هائل من الأشخاص، إذا كل واحد بده يكون عنده فكرة وفرضية وأطروحة وتخيل وشغلة يحكي فيها ويقولها للعالم، أنا شفت يو اف او، أنا شفت جني، أنا شفت صحن طائر، أنا إجاني واحد من المستقبل كذا، ما بتخلص. عندك رقم مخيف من الادعاءات أو الكليمز يلي ما عليها أي ايفيدنس. سو العلماء كانوا أخذوا القصة ببساطة مثل ما بياخذها القاضي بالمحكمة، يعني وهي الطريقة الصحيحة. حتى قاضي المحكمة اليوم إذا بده يجوا لعنده العالم كل واحد يحكي كلمة، يعني ما حدا، مين بده يصدق؟ سو ببساطة هات الإيفيدنس تبعك، عندك دليل أعطيني دليل. وطبعا صورة موبايل ولا صورة فيديو هيدا اليوم ما عاد دليل، يعني بتطور اللي عم نعمله على البرامج والفوتوشوب وهيدي الاشياء، فما فيك تيجي تجايب لي صوره وتقول لي ليكو هذا انسان من المستقبل مثلا، يعني ما موضوع يعني. اما مثل ما قال نيل دي جراس تايسون باحدى مراته، قال لك هو حامل موبايل ايفون، فطالع موبايله من الجيبه باحدى المحاضرات وقت واحد ساله على اليو اف اوز، قال له هيدا الموبايل ايفون لو من قبل 10 سنين انا بحمله وطالعه قدام العالم رح افلجهم كلياتهم، ما كان موجود، ما هو موجود على الكره الارضيه كلياتها. قال له اذا انت شفت او اجتمعت مع انسان جاي من المستقبل، مع يو اف او، مع اي حدا شيء غريب مثل هالادعاءات تبعك، قال له ما تعمل اي شيء، بس خذ اي شغله لك، خذ قداحته، خذ اي شيء، جيب لي اي دليل منه، لانه قطعا اي شغله رح تجيبها وفعلا نحن نفحصها، الزر القميص تبعه اذا بتجيب لي اياه ونحن حنفحصه انه هيدا فعلا ما له موجود، ليس من الكره الارضيه او ليس موجود في زماننا او او او، اكيد رح يكون عنده شيء مختلف عن الموجود عنا. جيب لي اي دليل، اي شغله قد ما كانت تافهه خليني اتاكد منها بالفحص المخبري. بعدين في شغلة انه هاي الصحون الطائرة وهالعلاك المصدي هذا ليش ما طلع الا بعد ما بدأت الاعلام يقول انه ممكن يكون في حياة كائنات اخرى، وممكن حتى تطور العلم الفلك، ليش مثلا من زمان ما كانوا يقولوا والله شفنا صحن طائر مثلا، يعني من 300 400 سنة ما كان فيها الاشياء هاي المطروحة. وحاليا يعني خصوصا من الستينات وانت جاي بتلاقي اكثر شيء في امريكا، لانه ثقافة علم الفلك واشياء دخلت المجتمع الامريكي، فبدأت هالادعاءات هي تكتر وتكتر وتكتر، وبتلاقي اكثر شيء هنيك. يعني يعني ما هو هلا هي موضوع اعلامي بحت، وكثير من العالم يعني ما بدي فوت بهذا الموضوع لانه يعني موضوع تافه ونحكى فيه كثير، وبس فكره انه العالم بتحب تحكي، يعني العالم بتحب اي تعمل اي شيء، تعمل اي ضجه، تعمل اي قصه، مثل موضوع مثلث برمودا مثلا اللي طلعت بالبدايه كادعاء ككتاب، وبعدين العالم صدقتها وصار قصص ومواضيع وافلام وكتب انطبعت وانه مثلث برمودا والاشياء اللي بتصير فيه، ويعني هو ما في اي شيء على الاطلاق. لكن العالم بتحب كتير تبالغ، العالم بتحب تمسك قصص وتحكي فيها. وكتير من الناس الطريف انه كتير من الناس اللي عملوا كليمز او من الصور اللي انشهرت بالسبعينات تحديدا بفترة هيدي قصة اليو اف اوز او الصحون الطائرة، بفترة السبعينات بلشت تنتشر الادعاءات والصور ومقاطع الفيديو الى اخره، في كتير من الناس هلا من قبل 10 سنين او قبل 15 سنة وقت خلص كبروا بالعمر، كتير منهم وضع يعني اعترفوا بانه اخي احنا عملنا هيدي الصورة المشهورة وزورناها وكذا، ومقالات مليانة على الانترنت، يعني فيهم اصدقائنا يتابعوها، في منها ترجم للعربي وفي منها لا بالانجلش، طبعا بتلاقوا كتير مراجع اكثر. لكن هي ادعاءات يعني مثل اي ادعاء تبع انه بس قصه نمشي فيها ومشي سوقها، والاعلام بده شغله يحكي فيها وبده قصه تجيب دعايات وتجيب مصاري وشغال الضحك على العالم، لكن ما في اي ايفيدنس
أعطيني دليل. إذا أنا بدي أقضي حياتي عم بسمع ادعاءات ادعاءات ادعاءات، فبقضي حياتي حرفيا بس عم بسمع ادعاءات من دون ما أعمل أي شيء. طيب أشكرك أخويا ديفيد، بصراحة طولنا وأنا في عندي سؤالين لهم علاقة، ما بعرف هذا برجع لك زمن نحكي فيهم ولا ننهي الحلقة. يعني شو هني ما بعرف، تفضل. طيب في الأخ عصام عم بيقول سلام لك ولضيفك ديفيد، عم بيقول في حال إذا ارتطم كوكب بكوكب الأرض وأصبحت دورة الأرض عكسية، ما هي النتائج المتوقعة؟ هلا إذا ارتطم كوكب بكوكب الأرض بطريقة يعكس دورانا، فكلياتنا ما رح نشوف دورانا العكسي أساسا. الأرض عم تدور حوالين نفسها بسرعة 3000 كيلو متر بالثانية، إذا بتوقف تقريبا، تأكدوا من الرقم على الإنترنت، بس تقريبا هيك بتذكر. إذا بتوقف الكرة الأرضية عن الدوران، هلا هي عم تدور، هي عم تدور هيك لحتى تعكس دورانها. قبل ما تبلش تعكس دورانها بدها توقف، فلحتى توقف كلياتنا رح ننقذف بسرعة 300 كيلو متر بالثانية. متخيل 3000 كيلو متر بالثانية؟ متخيل شو رح يصير؟ يعني كلياتنا رح نموت. يعني انت امشي بسيارتك بسرعة 100 وضرب فرام وشوف شو رح يصير معك. امشي بسيارتك بسرعة 3000 كيلو متر بالثانية وضرب فرام وشوف شو رح يصير معك. هيدا اللي حيصير وقتك توقف الكرة الأرضية قبل ما تعكس دورانها لتدور حوالين نفسها بالاتجاه المعاكس. طبعا ناهيك عن انه رح تتحطم ورح تتدمر دمار كتير مخيف يمتد لملايين السنين يمكن بعد منه، نتيجة الحطام اللي رح يصير. الحياة ستفنى بلحظة ارتطام هذا الكوكب بالأرض. طيب بصراحة هو أنا كمان أفكر إنه حتى بعد الارتطام، بعد نعتبر إنه نحن قبل الارتطام هذا شلنا حالنا بمركبة فضائية وطلعنا خارج الأرض وما مسنا سوء، وصار الارتطام هذا ورجعت الكرة الأرضية، أخذت وقت وملايين السنين ورجعت، صارت تدور بدورة عكسية ورجعت الكوكب، رجع برد ورجع مثل ما حاليا هو. أظن ما راح تفرق كثير الحياة إذا الشمس غربت مش مشرق ولا شرقت من المغرب، إذا كانت نفس الدورة نفس الميلان والقمر بحدوده الحالية. يا سيدي مالك محتاج حتى لا نفس الدورة ولا نفس الميلان. الأرض عم تتباطأ دورانا على فكرة. بالمناسبة الأرض كانت عم تدور حوالين نفسها بأسرع بكتير من هلأ. لا أذكر يمكن بلش اليوم بـ4 ساعات ببداية تشكل الكرة الأرضية. يمكن لازم أراجع المراجع شوي أظن لأتأكد. 8 ساعات، يا 4 ساعات، أظن 8 ساعات كان، أظن تبطأ 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 ولا تزال عم تبطأ، وتوجود القمر بطأ كتير من دوران الأرض. هيدي التفاصيل جان ما بتأثر على حياتنا يعني بشكل حرفي. هلا نحن وجدنا بهالحقبة القصيرة التافهة اللي وجدنا فيها وتطورنا لنوع فيها الكرة الأرضية بهيدا الحال بهيدا الرتم اللي هي ماشية عليه، فمنحس طبيعي الوضع، عرفت؟ ببساطة. ولو كنا تطورنا بزمن عمره 4 ساعات كان دوران الكرة الأرضية، لنفرض تم إمكانية التطور بهيدي الحالة، ما كان عم يصير فيضان للانهار لانه عم تدور للبحار والمحيطات، لانه عم تدور حوالين نفسها بهذاك الرتم العالي يمكن ياثر، ما بعرف. لكن اذا كان حسنا تطور الحياه بسرعه دوران ابطا من هلا او اسرع من هلا، يعني ما حيفرق علينا كثير. الشمس عم تطلع من الشرق ولا من الغرب ما حتفرق كثير. لكن يعني هذا الارتطام قطعا، يعني الارتطام اللي صار بوقت اللي دمر الديناصورات قبل 65 مليون سنة من هلأ، أفنى 70% من الحياة على سطح الكرة الأرضية. 70% من الحياة أفنيت بالكامل، وكان حجمه نيزك نيزك، بس ما عم تحكي أنت ليس بكوكب بحجم كرة ملعب كرة قدم يعني. يخلي الكرة الأرضية عملت هيدا النوع، هيدا الاهتزاز، صارت تهتز مع بعضها لبين ما رجعت هديت. ما أنت عم تحكي باصطدام مخيف يعني، فمستحيل حدا ينجو منه هيك اصطدام. أكيد ما راح ننجو منه. طيب آخذ سؤال آخر أظن، بس في شيطون عم بيقول في سؤال بخصوص موضوع الانفجار الكبير، إيش كان السبب حصول الانفجار الكبير في البداية؟
ما بعرف إذا سمعتنا بالبداية شيطون، كان يمكن الأخ ديفيد جاوب على السؤال هذا بمجرى الحديث يعني. ما بعرف إذا عندك تعقيب ديفيد. حكينا فيه كبداية، يعني حكينا فيه كثير. بالضبط، يا ريت شيطون لو تراجع بداية الحلقة أكيد راح تفهم شو القصة وحكى فيه أخونا ديفيد. على كل أخوي ديفيد، أظن عصام كان عم بيكتب لنا، على كل هي المواضيع أو الأسئلة المتعلقة بالمواضيع. في طبعا واحد كاتب لي: مستر جان، كيف الشمس تحترق بدون أكسجين أو تنطفئ؟ هذا خطأ شنيع، هذا خطأ طيب شنيع. طيب الشمس طيب لا، طيب تفضل ديفيد، تفضل. الشمس لا تحترق، ما في احتراق، ما في نار بالشمس. عجيب الشمس يعني، عجيب لك، ما في هواء. هلا نحن بنعرف يا ديفيد، طول بالك حبيبي علينا، طول بالك. هلا النار لما بتنفخ عليها وبيجيها هواء بضرب اكسجين تزيد شعلا، الشمس بدون اكسجين شلون تشتعل؟ تفضل. لأن الشمس لا تشتعل أساسا. الشمس ما لها نار مثل ما أنت متخيلة. الشمس، النار هي احتراق الأكسجين هذا اللي أنت شايفه، هذا ما موجود بالشمس. الشمس اللي أنت شايفه هو هيدا التوهج وهيدي الحرارة الناتجة عن الاندماج النووي اللي كنا أنا عم بحكي عنه قبل شوي، وقت ذرتين هيدروجين عم يندمجوا ببعض يتحولوا إلى ذرة إلى ذرة هيليوم. هيدا الاندماج تتشكل عنه طاقة، هيدي الطاقة كتير عظيمة، هيدي الطاقة اللي انت شايفها طالعة من الشمس. هيدا مش نار، هيدي مش احتراق اكسجين، هيدا مش مثل النار اللي انت شايفها على الارض، هذا انفجار اندماج نووي حرفيا، هيك اسمه، ما خصه بالحريقة او بالنار اللي بتشعل فيها الباربيكيو تبعك. أشكرك أخوي ديفيد، بصراحة في بقى الأسئلة المتعلقة بالموضوع يعني. في سؤال هو شبه متعلق بالموضوع، ولكن ما بعرف أستحي بصراحة تقريبا يعني. عم بيقول صفوان بن المعطل: هناك فيديوهات لتجارب على سطحية الأرض وهي شبه مقنعة، أتمنى أن تشاهدها على اليوتيوب عندما يكون عندك وقت، وقبل أن تراها دع الشك يدخل قلبك في ناسا، كما بدأنا بالشك بالإسلام قبل أن نبحث عن وحينها وصلنا للحقيقة. الأرض صح بدك مظبوط، تجاوب، وطبعا هذا حريتك زي ما تجاوب. نظرية الأرض المسطحة، خليه يركب بالطيارة، بس ما حقول لك تطلع بيه، اركب بالطيارة ولح تشوف الأرض المدورة بعينك، لح تشوف هيدا الكيرفين. يعني ما شو بدك تجاوب بربه، يعني توقعت يعني 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 اليوم انت بعصر الانترنت، اليوم بعصر الكاميرات الآنية اللي بامكانك، هلا انا عندي الدنيا ليل، عندي شتاء، عندي ثلج عم ينزل، فيني افتح كاميرا مباشر مع حدا باستراليا ويجاكرني وهو عم يشرب بيرة بالشورت الظهر عنده على سطح البحر، وانا عندي الدنيا ليل ونازل الثلج. تفضل اعطيني تفسير، يعني شو بدك؟ يعني انت عم تحكي اليوم بانه يعني يا زلمة طيب اخوي ديفيد، انا اشكرك جزيل الشكر حبيبي على الوقت الطيب اللي اعطيتنا اياه، واذا بتحب كلمه اخيره يعني. ما انا بصراحه يعني، طيب ليش ما بتشك بناسا يعني؟ ليش انت بس بتشك بالاسلام يعني؟ انا بشك بناسا، بشك بكل شيء، لكن وقت انت في عندك ايفيدنس، وقت انت اليوم عم تتابعنا على الاقمار الصناعيه، الاقمار الصناعيه هيدي ما صارت هيك من حالها. الاقمار الصناعيه ما لها شغاله هيك لوحدها. لك يا زلمه جاليليو نفسه قال لك انا شايف دوران الارض من ظله على القمر، بطلع على القمر وشوف، يعني ما بدك، يعني ما بعرف يا زلمه، هيدي النظريات طلعت عليها، ماني ناطر وقت فراغي، يعني طلعت عليها من زمان يعني، لكن هي اتفه من انك اساسا تفكر بي 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 شو بدك تجاوب فيها، لانه كل الايفيدنس، كل العلماء، كل مش العلماء، كل الصور، كل الشغل، الاقمار الصناعيه اللي شغاله اليوم اللي انت عم تتابعنا عن طريقها، ما بامكانك تحقق اي شيء على ارض الواقع بارض مسطحه.
ولا واحدة منهم، ولا بواحدة من هيدي النظريات، ولا في إلها أي منطق علمي يعني، ولا منطق علمي على الإطلاق، ولا بتقدم أي تفسير لأي شيء بالوجود على الإطلاق، ولا بتقدم أي تفسير لأي منظومة علمية على الإطلاق، أو منظومة مجموعة شمسية، أو أي كوكب، أو أي نجم اللي إحنا شايفينه. يا زلمة شو عم تحكي؟ موضوع أتفه من إنك تفكر بإنه شو بدك ترد عليه هيدا الشخص أساساً. بالضبط بالضبط. على كل حال يعني سوا فينا مثل الشيخ اللي تجي الصين ولا ما تجي الصين. يعني ما نفس الفكره يعني، بس دروس البيزك تبع الفيزياء، يعني بيزك الفيزياء ما خصه بالعلماء، ولا خصه بناسا، ومو بس ناسا اللي قالت الارض مدوره، ولا خص ناسا بهيدا الموضوع يعني بشكل مباشر، موضوع كرويه الارض، موضوع من قبل ناسا بمئات السنين تم اثباته. يعني انت ليش معلق على ناسا؟ خلي تروح ناسا وتروح الامريكان ويروح كل الموضوع ايضا. ثاني نظريه المؤامره، يعني الارض معروف انه هي مدوره من قبل ما تخلق أمريكا نفسها، ومن قبل ما توجد أمريكا نفسها. قلت اكيد اخوي ديفيد. على كل حال اخوي ديفيد انا ما بدي اطول عليك اكثر من هيك، اشكرك جزيل الشكر على الحلقه الرائعه هاي، بصراحه انا كثير استمتعت فيها، وكما اقول دائما انا اطرب عندما اسمع اخوي ديفيد. اخوي ديفيد كلمه اخيره بتحب تقولها في الحلقه هاي، تفضل. كلمة أخيرة، أنا بس بدي أدعو الناس، لأنه فعلا إذا بتقضوا وقتكم بإنكم تقروا وتتعلموا كيف نحن أجينا لهون، الأسطورة الحقيقية لمجيئنا لهون، القصة الحقيقية، قصة وجودنا له، قصة كتير رائعة، قصة شاعرية، قصة عظيمة، ملحمة فعلا تعتبر أعظم ملحمة كتبت على الإطلاق حرفيا. حتعرفوا إنه قديه هيدا الكون عظيم، حتعرفوا ليش هيدا الكون موجود، حتعرفوا ليش لحنا موجودين، كيف لحنا انوجدنا، لحتعرفوا إنه لحنا جزء من هيدا الكون. مثل ما أنا بقول دائما، نحن موجودين بهيدا الكون منذ بدايته وحتى نهايته، لن نغادره على الإطلاق. نحن حظينا بفرصة فقط لمعرفة هذه القصة في هذا الزمن اللي نحن ولدنا فيه. لو كنا ولدانين قبل 1000 سنة ما كنا حنعرف شيء عن هذا الموضوع. نحن كتير محظوظين، استغلوا هذا الحظ اللي إجانا بأنه نعرف قصتنا، نعرف أنه نحن والكون كل واحد. أكثر 90% من ذرات الكون، 90% من الذرات الموجودة بالكون هي هيدروجين، و 8% هيليوم، و2% هي فقط الذرات المشكلة لكل شيء آخر على الإطلاق. كل شيء آخر على الإطلاق هو فقط 2% من الذرات الموجودة في هيدا الكون. وقت بتحس بهيدي الكلمة، هيدي كلمة رهيبة وتفكر فيها، هيدي كلمة بتحسسك بأنه لحنا عن جد لازم نغير كتير مفاهيمنا لكتير اشياء. مثل ما بيطرح نيل دي جراس تيسون دائما وبيقول لك، وجود الذرات الموجودة بجسمنا هي نفسها على نفس التراتبية لوجود الذرات في الكون. الهيدروجين بشكل ثلث الذرات الموجودة بجسمنا. سو لحنا والكون كل واحد، الكون نحن مرآة لهذا الكون، نحن جزء من الكون وعى نفسه، مثل ما قلت أنا قبل هالمرة. استغلوا هيدي الفرصة، حسوا بهيدي القصة الجميلة، اقروها واستمتعوا فيها. في كتير كتب، نحن محظوظين اليوم بعلماء عم يبسطوا العلوم، ضيعوا وقتهم، عم يتركوا المخابر تبعهم لحتى يقعدوا يكتبوا كتب بأسلوب بسيط أنا وياكم نفهموا عليهم من دون معادلات رياضية معقدة. استغلوا هيدا الموضوع، اليوتيوب مليء بوثائقيات مضبوطة، بوثائقيات محترمة بتشرح وبتبسط هيدي الأمور، استمتعوا فيها. وقت بتقضوا وقت عم تتابعوا هيدي الموضوع، أنا برأيي رح تستمتعوا فيه أكتر بكتير من إنكم تفرجوا على مسلسلات أو على هيدي الأمور العادية تاخدها. متابعة الخرافات هاي اللي بتلاقي العريفي، واحد حيوان مثل العريفي له 2 مليون 3 ملايين متابع يعني،
شيء أتفه من إنه واحد أصلاً يحكي فيها للأسف الشديد. لأنه الجان ببساطة الملاحم العظيمة بدها أشخاص على قدر من الهمة لحتى يطلعوا عليها. مين أرى هوميروس؟ مين أرى الإلياذة والأوديسة؟ ومين عم يقرأ هيدي القصص الصغيرة تبع التافهة وقصص الحب وكذا سو الملاحم الكبيرة، الملاحم العظيمة بدها أشخاص عندهم همة لحتى يقروها، بده أشخاص عن جد عندهم رغبة بأنهم يطلعوا عليها. وقت بيطلعوا عليها هيدي أشياء، هيدي نوع من الملاحم، هيدي نوع من القصص اللي بس تقراها مستحيل تضل نفسك بعد ما تقراها. وهي قصة وجودك على هذا الكوكب، قصة وجودك أصلاً، وجودك الوجود كامل. يعني لما تفهم قصة الكون من البداية، كيف الذرات تشكلت، كيف النجوم تشكلت، كيف كوكب الأرض اللي أنت بتمشي عليه يومياً وانولدت عليه، وكل معارفك وكل إدراكاتك وكل أشيائك على هالكوكب هذا، أنت ما بتعرف كيف تشكل. الشمس اللي يعني بتشوفها دائما دائما دائما، ما بتعرف عنها شيء. يعني هاي يعني كل الأغلبية الساحقة 99.99 من شعوبنا بتقول والله نار، النار ما في أكسجين. يعني تصور هذا اللي بيعرف إنه الشمس، يعني الشمس نجمة على أساس، فما بالك باللي ما بيعرف شيء. يعني أنا ذكرت قبل هالمرة أكثر من مرة إنه واحد من عائلتنا كان يقول لي شو القمر؟ القمر نور بالسماء، كيف يعني بده يطلع على النور يعني؟ ف جان انا انصدمت، انا بنصدم كثير بناس بيكونوا جامعيين ما بيعرفوا ابدا مثلا انه قد ايه حجم القمر بالنسبه للارض او الشمس، او انه القمر قريب كثير على الارض بس الشمس كثير بعيده بينا. ما بيعرفوا هي التفاصيل البسيطه. لك في ناس صار بتصرعني اكثر من هيك، مثلا انه مفكرين الناس اللي عايشين بشمال الكره الارضيه ان اقرب للقمر من الناس اللي عايشين مثلا على خط الاستواء او بالدول العربيه. عم حاكيك عن جد صدقني، صدق او لا تصدق، انا قريت بالعربيه نت، يعني ما قناه العربيه كل الناس بتعرفها، انه حجم القمر اصغر من حجم الارض 400 مره. كيف يعني؟ تعال فهمني يا قناه اعلاميه على مستوى يعني واحد ما بعرف شو بده يحكي بصراحة. لك اجان جان هدول قنوات ما خصهم باي شيء له علاقه بالعلم. هدول قنوات ماجورين مثلهم مثل غيرهم، هن ما صاروا مشهورين الا لانه في عندهم تمويل اعلى من القنوات الثانيه، لكن هن مثلهم مثل اي قناه ثانيه تافهه. اوكي عندهم تمويل اعلى، فديكورات احلى، فمذيعات احلى، فمشهورين اكثر، بس ببساطه شديده. لكن انا وقت اللي بتابع معهم، وقت اللي هلا من زمان كنت شوف عليهم اي شيء كوثائقيات او حتى كاخبار علميه وقت بينقلوها، كثير يعني كثير مخجل الموضوع، انا كثير مخجل. تعرف انا قريت بوقتها كان كسوف للشمس اظن، فعم بيقول انه ما بعرف المسافه، ابعد من المسافه بين القمر والشمس، ابعد يعني المسافه بين القمر والارض بتبلغ 400 مره بين المسافه بين الشمس والقمر، وهي حجمها اصغر ب 400 مره، فبتعطينا يعني اي ما بعرف شو بدك تحكي. يعني بصراحة ما بعرف شو بدك تحكي. ومثل وقت بتقرا وبتسمع واحد عم يقول لك قال سبب فصل الصيف لانه الارض اقرب للشمس بتكون. شو عم تحكي انت؟ فصل الصيف وين اول؟ تعال نحكي بالاول، فصل الصيف باي مكان بالعالم؟ لانه بكل لحظه في مكان في فصل صيف ومكان في فصل شتاء. شو عم يعني انت ما بيصير تطلع على القمر، يعني ما بيصير نكون انا وياك قاعدين على القمر وتقول هلا الدنيا فصل صيف. طيب هلا اذا فصل صيف كانت باستراليا فهي فصل شتاء بالسويد، والعكس بالعكس. ما بيصير، ما منطقيه انك تقلي او تقلي هلا الدنيا ليل. طب ما في ليل ونهار برات الكره الارضيه، ما فيك تحكي هذا الكلام، ما فيك تقول هلا الدنيا ليل. بدك تقول هلا الدنيا ليل بسوريا بمصر لتحدد، بس مو تقول هلا الدنيا ليل بالارض.
هذه مفاهيم، مثل تطلع على الفضاء الخارجي تقول والله هاي شمال وهي يمين. ما في حتى موضوع عم اقول لك شمال وجنوب. يعني انا اذكر مره تماما شخص جامعي، و يعني حتى معه ماستر، بس ماستر بالادب الفرنسي. فعم نحكي انا وياه شوي بالامور العلميه، فبيقول لي، قال لي يا ديفيد، انا اكثر شيء مستغربه بهالدنيا انه كيف الناس اللي عايشين بجنوب الكرة الأرضية ما بيوقعوا. أنا أنت شو عمي؟ أنت متخيل إنه هن تحت؟ يعني أنت متخيل هن تحت ونحن فوق؟ العالم مفكرة شمال وجنوب يعني تحت وفوق، هيك الناس يعني هن لما هلا بشوفوا الكره الارضيه هي ومرسومه هيك بهالشكل هذا، معناتها في فوق وتحت يعني. على فكرة كرمال هيدا الموضوع في كتير ناس من زمان، وخاصة من العلماء اللي عايشين بنصف الكرة الجنوبي، عملوا خرائط للكرة الأرضية وموجودة على الإنترنت فيكم تشوفوها بالعكس تماما الخريطة اللي أنتم بتعرفوها هلا. يعني بحيث إنه أستراليا والبرازيل وكذا وكذا كلهم بشمال الكرة الأرضية، وهلا القطب الشمالي وأوروبا وكذا بجنوب الكرة الأرضية، وخريطتهم صح. خريطتهم صح، أنت كيف نظرت للموضوع هيك ولا هيك؟ هي صح. ما هي يعني شمال وجنوب هو كلام اللي احنا عم نحكيه، اللي احنا اللي ابتدعناه لايدي الفكره، شيء شمال سميناه شمال بس فيك تعكسه. ايه ما بيأثر اي شيء. ايه انت بالضبط جان، يعني لو انت برات الكره بالضبط الارضيه يعني انا هلا اذا جيت من الكره الارضيه من هالطرف هذا وعملت حالي هيك فبدي اشوفها هيك، واذا عملت حالي هيك بدي اشوفها هيك. يعني ما في شيء فوق وتحت شمال وجنوب، شغلات الاشياء هي ما في. يعني برات الكرة الأرضية ما عاد في هيك شيء، يعني ما في شيء اسمه شمال وجنوب برات الكرة الأرضية، هيدي مصطلحات نحن لنفهم على بعض. مثل ما قبل شوي حكيت، يعني موضوع المادة والمادة المضادة، مصطلحات نحن عم نسميها هيك، أو حتى الشحنة الموجبة والشحنة السالبة، نحن افترضنا هيدا المصطلح لنعرف نتفاهم، سمينا الإلكترون شحنته سالبة، خلاص. بس هي اللي هي سالبة، ما في شيء اسمه سالب أساسا. هي افتراض نحن اصطلحنا عليه لحتى نفهم على بعض ونحن عم نحكي. فالناس ما بتعرف، بتفكر مثلا اذا الكترون شحنته سالبه يعني هو ناقصه شيء. طب هو مو ناقصه شيء، مو سالب يعني ناقصه شيء، هو هيك. هو مو بس ناقصه شيء، هو ناقص وواطي كمان. على كل حبيبي ديفيد، انا اشكرك جزيل الشكر على الحلقه الرائعه هي، انا كثير انبسطت معك والحديث هذا انا لا امل منه بصراحه. الحديث هو اجد نفسي اتنفس لما اتحدث بهالمسائل هي، يعني الحديث المفضل عندي دائما وابدا. كنت أتمنى بصراحة ما نتطرق إلا غير لهالأحاديث هي، لكن للأسف وقعنا غير هيك، وقعنا يضطرنا إنه نتحدث عن الخرافات كمان، وللأسف إنه أكثر حديثنا عن الخرافات. ديفيد أشكرك جزيل الشكر، أصدقائي طبعا أشكركم جزيل الشكر، وبكرة راح يكون عنا عطلة، ما في عنا أي حلقة، بكرة راح آخذ عطلة، بدي اطلع مع البنات شوي وشوي زحمة الشغل ما عم ترحمنا. فبنلاقيك نشوفكم يوم الاثنين طبعا مع خرافات، للأسف نرجع للخرافات ونشوف طوفان نوح كيف بيصير. يعني راح نناقش طوفان نوح، مثل ما بتعرفوا أصدقائي يا ريت تشتركوا بالقناة الجهر بالإلحاد هي الموجودة، لأنه أصحابنا مسلمين وأصدقائنا دائما في تبليغات وممكن تقفل في أي وقت. ويا ريت تشتركوا بقناة الجهر بالإلحاد الاحتياطية وقناة شبكة التنوير والشرق الأوسط شمال أفريقيا. وطبعا ما تنسوا كمان الديوان اللي طالعته، أنا الرابط موجود تحت الفيديو، اللي حابب يقتني الديوان يدعمنا ماديا يشتريه. وأشكركم جزيل الشكر على المتابعة، أشكرك أخوي ديفيد، تحية أشكركم أصدقائي، وأشوفكم يوم الاثنين. إلى اللقاء. إلى اللقاء.